والامل والتفاؤل والحاجات الحلوه والمشاعر الجميله ويوم جديد ونهار جديد. بس النهارده يوم مميز ونهار مميز عشان احنا اكيد النهارده بدينه بالحب والورد. صباح الفل على خالد. صباح الفل على دلال. صباح الخير. صباح الخير وصباح السعاده والحب. صباحكم في نهار جديد بنصبح عليكم. هابي فالنتاينز داي. النهارده احنا معاكم في اول الاسبوع يوم الاحد بنصبح عليكم بنقول لكم صباح الحب وصباح الجمال. صباح الفل على كل مشاهدي النهار وان والنهار اليوم. صباح الفل. صباح مليان طاقه وحيويه. صباحكم كلكم كده ان شاء الله يكون جميل وصباحكم نادي زي ما بنقول. واتبسط وخلي يومك ان شاء الله يبقى 100 100. النهارده مع مناسبه الفالنتاين في حاجه مهمه جدا. النهارده يعتبر بدايه الدراسه، حتى هتلاقي الزحمه في الشوارع واحنا جايين كده كانت قويه جدا. بس صباح الفل على كل الناس. في ناس ما بتحبش الفالنتاين، بتحسه موسم لزاقه قوي ويوم ملزق كده ومزليط في نفسه. بس مش مهم، يعني احنا ما بنصدق نلاقي مناسبه نقول لبعض كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب. حلو ان احنا نتلكك وندور على الحب والمشاعر. يعني اعتبرونا ان احنا يعني بندور على حاجه. بألف سلامة والله. لا، اللون الاحمر هو اللي عامل شغل جامد. لاقي بس يعني لا كده هموت كده على الهواء. ألف سلامة. انا اقصد اقول لا مش راضيه تيجي. قول انت بقى. هي اكيد قصدها تقول يعني للسناجل برضو كل سنه وانتم طيبين طبعا. وما يهمكوش خالص ان انتوا سناجل، بكره هيكون احسن. ودايما يعني السنجل بيبقى عنده كده عارفه عزه نفس كده. على فكره السنجل مش زعلانه خالص، ما انا منوره قدامكم اهو. بالعكس بقى انا عايزه اقول لكم على حاجه. اي حد سنجل وكل السناجل اوعى تتضايق في يوم الفالنتاين. بالعكس، بص في المرايه واقعد غني مع نفسك واقول ما انتش قد الحب يا قلبي. ده ايه الطاقه؟ ده ايه الطاقه دي؟ ده ايه الطاقه دي اللي انت باديه بيها اليوم دي؟ هما دايما يعني السناجل بيحبوا يوهموا نفسهم في اليوم ده. طب استنى، انا ممكن استاذنكم في حاجه برضه. هتقولوا لنفسكم عبله وعنتر عملهم ايه علشان يقسى الحب عليهم. والله والله رايقه. ايوه، بصوا كده قدام المرايه وقولوا هو حبيب ليلى اتجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيه. طب ايه، مفيش حد هيقول لنا كلمه على الحته بتاعت عم حزنبل بقى؟ لا يعني والنبي يا عم حزنبل احكي لنا حكايه البلبل. سيبه احكي لي حكايه البلبل. على الحب لسه صغير. خلاص طب ماشي يا جماعه، النهارده داليا هي اللي هتكمل. ايوه، بصوا في المرايه واقعدوا قولوا على الحب لسه صغيره. 100 100 والله مبسوط بانبساطك. ايوه ايوه صح. ليه يعني سنجل ايه ده؟ احنا حلوين ومبسوطين. الله عليك يا حلو انت يا جميل. خلاص احنا خلصت. طيب بص، النهارده طبعا يا جماعه زي ما هرجع اقول تاني قبل ما الكحه تيجي والواحد يحس انه كده مش عارف ينطق، انه بنتلكك بنتلكك ساعات في حاجات كتير كده بتعدي علينا في حياتنا تبقى ممغصه علينا حياتنا شويه. منكده علينا على الصبح حبتين، لكن ان احنا نخلق يوم كده يعني جميل ونجيب بعض هدايا مش لازم كمان على فكره موضوع السناجل، يعني مش لازم اللي بنحبه ده يكون يعني البوي فريند، يعني صاحبك او صاحبتك او الكلام ده. ممكن يكون ناس كتير. انا بس هستاذنكم، ممكن اقول لبابايا كل سنه وهو طيب؟ طبعا طبعا، عشان انا بابا حبيب قلبي يعني اتولد يوم الفالنتاين، فانا طول عمري من قبل النهارده. عيد ميلاده النهارده. كل سنه 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 وانت طيب يا حاج. كل سنه سنه سنه. فالموضوع بالنسبه لنا احنا بقى في البيت ما كانش مرتبط بالفالنتين، يعني كده كده كنا بنتلكك وبنلاقي مناسبه في البيت نعملها. ماما تقعد تعمل لنا حلويات كده ونبهدل الدنيا ونعمل حاجات غريبه، لكن اقصد اقول ان احنا ممكن ندور على المشاعر في حياتنا والحب
من غير ما يبقى فيه. انت ممكن تقول هابي فالنتاينز لمامتك، لباباك، لاخواتك، لقططك. يعني انا بقول لقطتي هابي فالنتاينز داي. لا يعني ده فراغ، ده ممكن تدخلي في حاله نفسيه. والناس الجيران اللي في الشارع القطط كل سنه وانت طيبه. ليه؟ طيب انت مين هيجيب لك هديه بقى يا داليا؟ انا عايزه هديه. انا يا داليا مش جبت لك يا داليا؟ جابت لي يعني إيه الحق يتقال. اسماء أيوه. جابت لي الصبح ورده دخلت عليا ايوه شفتوا هابي فالنتاينز داي. طب انت هتجيب لنا هديه ولا مش هتجيب لنا؟ انت دخلت عليا بهديه؟ لا انا ادخل عليكي بهديه. انت جبت صحيح هديه؟ المفروض الولد هو اللي يجيب هديه للبنت. انت جبت صحيح هديه؟ لا ما جبتش هديه. ايه ولا لمراتك؟ لا طبعا. لا لا يا راجل. لا لا طبعا. انت وانت مش المفروض انت تدخل عليها بهديه كده بنتين زي القمر تخش عليهم بهديتين في الفالنتاين؟ يا بنتي دي اشتغاله، انا اجيب لكم هديه ليه هنا؟ ايه ده، هو الهديه بتاعت الفالنتاين بقت اشتغاله؟ اه طبعا. دي الهديه بتاعت الفالنتاين دي يا جماعه دلوقتي بيتعمل لها ميزانيه خاصه في اي بيت. يعني تلاقي الناس بتقعد تحوش عشان الفالنتاين جاي. وبعدين طب انا اسعار الورد النهارده كمان يعني مش قادره اقول لكم، اغلى من كيلو اللحم. انت عشان تشتري ورده ب 15 جنيه احسن من خالد والله. وانا هقول له ان انا جايبه لهم هديه. طب هاتي 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 انا هطلع احسن منك. هاتي يا لولو هديه مقبوله يلا بسرعه. اشتغل نفسها تشتغل نفسها. على مهلك يا قمر يا جميل، على مهلك. دلع 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 دلع. دي جابت فعلا. قول له جابت شنطه مدرسه ولا ايه؟ ايه ده بص. لا قول ايه هديه اكيد انا دوره. اسماء ميرسي يا لولو. ايوه الو. طب استنوا يا جماعه. ودي بقى ايه ده؟ هديه خالد سوبر مان. بس هديه خالد بقى مختلفه. اه ده اللي بيتكلم. طب انا افتح هديتي يا داليا. استنى الو. انا يا جماعه هابي فالنتاين. هابي فالنتاين. نهار جديد جديد. نهار جديد نهار جديد مع اسماء وخالد وداليا. وخالد وداليا. هابي فالنتاين. طيب بصوا يا جماعه انا بقى هديتي اهي. بصوا عشان انا طبعا البنات بصوا الهدايا بتاعتهم رايقه ازاي بدل الراجل ده. عشان طيب يا ساتر يا رب. لا خلي داليا تقولها احسن. طيب ميرسي يا داليا. ثانك يو. اسكت بقى. لا انت اسكت بقى. عشان طيبه. بصوا يا جماعه شايفين. استنى يا خالد انا هقفل بهديتي بقى شويه. بس دي احلى. بصوا الرقه والجمال. ايوه هي بنوته هجيب لها حاجه رقيقه. انت هجيب لك حاجه. خلي بالكوا انا بفتقد البنات. طبعا جايبه له في الفالنتاينز عشان تعرفوا ان كيس الهدايا سبايدر مان. معلش سبايدر مان. وانا دوره. وهي على فكره يا جماعه برضو انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا بقى ما حدش جاب لي هديه غير الورده بتاعت اسماء. هي فعلا ثلاثه داليا. ثلاثه هديتك معايا دلوقتي. لا انت مش جايب حبيبي يا عاشق. وريني على النهار. يلا بينا. يلا صوره منين؟ انا ما بعرفش اظبط السن. ماشي ماشي. لا انت ايه يا خالي يا نور. يلا مفيش اي مشكله بس عشان ننزلها بقى. لو سمحت ممكن تطلع مع الطاووس بقى. انا اسميها ايه يا داليا؟ استنوا استنوا يا جماعه انا اسميها ايه؟ سميها بقى اي. يلا جاهزين؟ جاهزين. لا انا لازم اسمي يا جماعه ثانيه واحده. طيبين يا جماعه. طيبين. دي بنتنا دلوقتي بتاعت نهار جديد. والقطه هتسميها ايه؟ والقطه لا لا دي انا هسميها ايه؟ نور. داليا. انت داليا سميها داليا عشان تبقى قاعده لك في البيت. دي داليا. ايوه تبقى قاعده لك في البيت. داليا معانا سميها. وده عريس. لا قول. ده ممكن نسميه حشمت. حشمت. رأفت. رأفت. عادل. طب يا جماعه خلاص اختاروا. هنسميه رأفت. استنى هنسميه رأفت. بنداري. لا ايه بنداري؟ نسميه بنداري. ليه؟ اسم حلو كده. طب ما نعمل فوت على فكره. انت كده مش ديمقراطي. طيب خلاص احنا هنعمل فوتنج. انتوا تحبوا تسموا الهدايا اللي احنا جايبينها لعليش واسماء ايه وبعتوا لنا على فيسبوك وتويتر. خلاص ما احنا قلنا داليا مش دي. داليا ممكن نسميها عواطف. ايه عواطف دي؟ لايقه عواطف. مش لايقه عليها عواطف خالص. لا لان هي مطلعه حته كده من شعرها مش كل شبه عواطف. طب استنى اقول لكم اخر تقليعه الفالنتاين بقى. اخر تقليعه بقى الفالنتاين حصلت. اولا احنا طبعا عارفين ان كل الستات بيروحوا يهتموا بنفسهم بيعملوا باديكير ومانيكير وضوافرهم وكده. اخر تقليع بقى مكنه نزلت تمام ممكن تقف فيه تتصوري او تحطي صوره جوزك او ابنك او ولادك وبعدين ترسميهم على ضوافرك تمام. بدل ما بدل السلسله اللي احنا كنا بنحطها في رقبتنا كده ويبقى عليها الصوره لا احنا ممكن كمان نحطها على ضوافرنا. ولو الناس اللي بتخاف على ضوافرها ممكن تحطها على ضوافر بتتشال وبتتركب وكده. دي كانت تقليعه من تقليع الضوافر. الضوافر اوكي. الضوافر ان انت تحط عليها بقى ممكن تحط صوره جوزها اولادها حماتها. تحط لو صوره تحب. جوزها على الضوافر. ده ايه ده؟ ايه؟ لا طبعا الجوز لازم يستحق اكتر من كده. الجوز ما هو طب ما بتحطه على سلسله. لا ماشي تحطه على سلسله. ممكن تحط صوره ولادها
ممكن تحط صورة حماتها. طب انتوا عارفين ان في الفالنتاين قالوا في دراسة كده ان اكتر الحاجات اللي بتنفق في يوم الفالنتاين هو المطاعم وان انت تنزل تخرج، حتى بالرغم من دخول التكنولوجي في الـ في الـ في الشراء او في الشوبينج، لا بالعكس بيقول لك الناس بتحب تنزل بنفسها وانها تحط لمساتها الشخصية على الهدية وان هي تعمل ده، ما بتحبش حتى تشتري اونلاين. فدي كانت من ضمن الحاجات الدراسات اللي اثبتوها في 2013 و14 و15. وعلى فكرة انا مذاكر العشوة والغدوة دي حاجة حلوة، حاجة يعني مهمة. لو انت خدت خطيبتك، خدت مراتك، صاحبتك، خدتها معاك، لو هي عملت لجوزها عشاء في البيت، طيب او عملته حتى عشاء في البيت بيبقى ظريف، بس لو الخروجه في اليوم ده بتبقى حلوه في وسط الزحمه يعني كده والناس. طب انتوا عارفين اليابانيين والكوريين بيحتفلوا بالفالنتاين ازاي؟ ازاي؟ بص يا سيدي، اليابانيين بيحتفلوا ان هم يوم 14 فبراير مخصص ان الست هي اللي تدي للراجل شوكولاته، يوم 14 مارس الراجل يرد للست اللي جابت له شوكولاته، 14 ابريل ده بيسموه اليوم الاسود، يعني 14 مارس اللي هو بيترد، اليوم الاسود 14 ابريل للناس اللي هم العزال اللي هم ما جالهمش اي هدايه، بياكلوا مكرونه سودا للحداد على اليوم ده. وبيقول لك في ثلاث انواع من الشوكولاته بتقدمها الست. شوكولاته اسمها غير الشوكولاته، هوني مي شوكولاته، وتومو شوكولاته. هوني مي الاولانيه اللي هي غيري دي اللي هي بيسموها الشوكولاته الالزاميه، انك نديها لزمايلنا، لازم اجيبها يعني. الثانيه الحقيقيه انك تديها للحبايب، والتومو دي للاصدقاء. اوكي، طب اسمعي بقى دي. شفتوا بقى اليابان بتحتفل ازاي؟ تحذير لكل الرجاله على فكره. في دبله عملوها برضو من فالنتاين، تمام؟ عارف غير اللي بالالارم؟ لا، اللي هي بتطبع الاسم على الصباح. لا 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 اصبر بقى، احنا الدبله دي المفروض ان هي بتلبسها في الايد الراجل او الست، تمام؟ بيتغير لونها حسب درجه المشاعر، يعني لو انت مشاعرك متوهجه قوي هتبقى لونها احمر، لو انت مشاعرك عاديه ناتورال هتبقى لونها اخضر، انا روز، لو انت غضبان هتقلب ازرق. استنى بقى، للرجاله بقى اصبر. عاملين الدبله دي فيها الارم، حاجه زي كده زي البلوتوز، فانا احطها اظبطها على الموبايل اعرف جوزي فين. دي تقدمها له هديه في الفالنتاين، وتبقى خدعه، وبعدين تراقبه بقى بيها. شفتوا بقى حلو. انت هتبقى دبلتك لونها ايه؟ انا دبلتي كده، انا احب الدبله لعلمك الساده جدا، ما احبش لا اللون مشاعرك ده اللي تقصد. اللون المشاعر. انا احمر. احمر. طب يا جماعه قولوا لنا لون مشاعرك. رومانسي من يومك. لا قولوا لنا بجد لون مشاعركم، وهيبقى ايه؟ كل واحد كده يتخيل، لان هو لو هو لابس الدبله دي في ايده دلوقتي حالا، لون الدبله دي قلب ايه؟ يعني لون احمر ولا لون اخضر ولا لون ازرق ولا لون روز؟ زي شفيق ما بيقول بيستاج. بيستاج لون البلوزه اللي انا لابساها. بيستاج لون تايب حلو. انا بيستاج ده اخضر ضوئي، يعني عارف يعني ايه بيعبر عن ايه؟ شفيق هيبقى بيعبر عن ايه؟ قول لنا. دي الاخلاص، بيقول لك عن الاخلاص. عن الاخلاص. طيب والإخلاص. خلاص، انتوا كمان تخيلوا ان انتوا لبستوا الدبله دي ومشاعركم دلوقتي شكلها ايه؟ طب وعامل ازاي؟ عايزين نعرف بقى الفالنتاين دي بقى بتنسب لايه؟ للحاج فالنتاين الكبير. في القرن الثالث. الحاج فالنتاين الكبير ده بقى مين؟ ده كان عارفين قصته؟ انا عارفه قصته بس قوليها. في قصه بالنسبه لي كانت شيقه جدا قريتها، اللي هي بتاعت ان الولاد كل واحد بيجيب اسم البنت من القريه اللي هو من وقت الرومان تقريبا، غير القصه بتاعت القديس فالنتاين، ان هو بيروح كاتب اسمها في ورقه ومطبقها وحاططها في زي بلوره كده، وبعد كده يروحوا ملخبطينها، وكل واحد يروح واخد الاسم من الورق ده، ويطلع له اللي يطلع له بقى. دي تبقى دي حاجه دي اللي هيحبها. والسنه الجايه بيقعدوا بقى يعملوا نفس القصه، ويقعدوا يبدلوا ويطلق الاولانيه والجوز الثانيه. ده حلو بالحظ ده ولا ايه؟ بس دي قصه اللي انا سمعتها، بس دي طبعا اكيد طب اسطوره. افرض اتسحب الورقه وطلع رزقه، يعني واحده يعني كبيره في السن ما قبلهاش. لا ما هو لازم مش حلوه بقى. خلاص بقى، يعني ايه خلاص بقى؟ هو لبس خلاص. لا والله. لا يا جماعه انا رافضه اللعبه دي. لا طب أنا ايه قصه اشهر قصه للقديس فالنتاين اللي هي بتاعه الاثنين اللي كانوا بيحبوا بعض اللي كانوا هيتعدموا وهيموتوا دول؟ لا، هي قصه فالنتاين الكبير ده بيقول لك كان قديس، ان هو كان بيحب يحبب الناس او الازواج او الشباب ان هم يتجوزوا مع بعض، وان ربنا بيحبه وبيحبب فيه خلقه. تمام. في بقى ايه الامبراطور الكبير بقى ايه؟ كلوديوس الثاني. قال لك لا ده بقى ما ينفعش. ليه؟ علشان خاطر الشباب لما هتتجوز كل واحد فيهم هيقعد جنب مراته وجنب عياله، ما حدش هينزل يشتغل ولا هيحارب. راح عمل ايه؟ راح سحب الحاج فالنتاين وراح سجنه. راح ايه اللي حصل؟ قال لك هعدمه وجوزهم عرفي، يعني كان بيجوز الشباب عرفي، كان بيعمل اعمال يعني سريه من ورا الامبراطور الكبير. قال لك انا هعدمه، وعدمه يوم السنه مش عارفه كام، 269 اللي هو كان في نفس الوقت. المهم 14 فبراير. فمن هنا بقى القديس فالنتاين اللي هو الحاج الكبير بقى يوم الحب عند
للعالم. طب ده بالنسبه للفالنتاين والعشاق والحاجات الجميله والناس اللي بتحب بعض، اخبار السناجل ايه بقى في اليوم ده؟ تعالوا نشوف التقرير اللي معانا. يلا تعالوا نشوف. يلا نشوف. يلا بينا. صباح الخير صباح الخير. محدش فينا بيحب. سنجل ولا مرتبط؟ لا سنجل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. صباح الخير. سنجل ولا مرتبط؟ لا لا دي ولا دي. هابي فالنتاين داي. الله يخليك. الله يخليه ينزل. سنجل ولا مرتبطه؟ لا سنجل. هابي فالنتاين. ثانك يو فيري ماتش. سنجل اور مارييد؟ كومبليكيتد. سنجل ولا مرتبط؟ لا سنجل. هو كده سنجل. انا سنجل. متفلطنش؟ متفلطنش. ممكن تقولي لي سنجل ليه؟ ليه يا يمي؟ مرام سنجل ليه يا يمي؟ مش لاقيه اللي احتويها لسه. سنجل ولا مرتبط؟ سنجل. يعني محدش بيجيب لك ورد؟ لا. ولا بتجيبي لحد ورد؟ لا. انت بتعيطي ليه؟ حد بيجيب لك ورد؟ حد بيجيب لي ورد؟ لا محدش. جيت على الجرح. كل سنه طيبه. مصر بتحتفل بيجي لك ورد؟ لا جيل في العماره شفت بوكيه كده محطوط عند البواب. اعتبرتي انه جاي لك يعني؟ لا احنا طلبه مجتهدين. طب مجتهد ما بيجيبش ورد؟ لا بيجيب يا باشا بيجيب يعني، بس يعني الورد فقط قيمته دلوقتي. نجيبي هديه لبس. اللبس بقى احلى كتير دلوقتي. منطق صح؟ صح. الكارديجان بيفرح اكتر جدا. متضايقة ليه من شكل الورد؟ عشان ما جاليش ورد. بس طب ليه ما جالكيش ورد؟ مش عارف. هاتيهولي. طيب هابي فالنتاين. ربنا يخليكي والله. عيني يا ربي على البؤس. انت ما بتحبش الورد الاحمر؟ لا بكره الورد يعني. احب. لو واحده جت كده وقالت لك ممكن تتفضل بوكيه ده مني؟ لا دولي. لا ايوه كسف امشي بيمشي بورد ليه هنا يعني. شفت الورد الاحمر جريت؟ نعم. شفت الورد الاحمر جريت ليه؟ مش عارف شكله مش عاجبني. لو انا اديتهولك وقلت لك هابي فالنتاين؟ لا ما بفلنتينش انا مفيش خالص. عايزين نجيب ضحية تانية. ليه دايما في فلنتين الورد احمر كده؟ عشان اهلاوي. الورد احمر كده حلو عندك انت نفسك فيه وخلاص. حلو احمر احمر. يجي اي حاجة والله. بص لو في حلقي انا عايزاها مش مشكلة. Everything is red. Because it's the heart. بيبقى دي هي دي اللغة اللي من غير كلام. دي اجمل حاجه في الكون. صباح الخير. لا لا فعلا الحاجات دي خالص. ليه ليه ليه؟ هي ممكن تتكلم. هرب اول ما شاف البوكيه. مش عارف. ممكن تاخدي البوكيه ده وتديه له وتقولي له هابي فالنتاين. والله الظريف ان الناس بتستنى فرصه كده علشان تتبسط والله. الله دي كانت جميله قوي. شفت اللي بيقول لك انا بفالنتانش دي خالص؟ لا واللي قالت لك انت سنجل ولا مرتبطه؟ لا دي ولا دي. وقال انت ايه يا حاجه بس. شفت اللي قال لك الكارديجان احلى بكتير من الورد؟ بقى انا معاك جدا. عايزين انت تنبسط اكتر لما يجي لك هديه يعني، يعني ورد وحاجات بقى كده لعب، ولا تنبسط لما حد يديكي قرشين في ايدك كده يقول لك روحي روقي نفسك؟ شايف. ايه يا داليا؟ ايه يا شايف؟ ايه قرشين؟ يا داليا قرشين؟ لبس حاجه انا محتاجها. انا ما بحبش الهدايا اللي هي من نوع حاجه انا مش محتاجها يعني. أيوه. مثلا تجيب لي فازه علقها في. طب انا مالي فازه علقها في ورد؟ طب استنى استنى قبل الفازه خلينا في عندنا رساله جميله قوي. مدام ساميه عبد المنعم. صباح الورد والحب. انا تيتت منى تمام، بس عشان هو راح المدرسه قال لي اصبح على احلى تلات. صباح الفل على تيتت منى وعلى منى ويرجع بالف سلامه من المدرسه. في حد بقى بيسالنا حوده القاضي بيقول انا لسه عريس جديد
ومش عارف اجيب ايه لمراتي. انا جبت لها ايام الخطوبه ورد وشوكولاته ودباديب، بس مش عارف اعمل ايه دلوقتي. سمارت فون كده حلو ب 6-7000 جنيه خش بيها عليها تبقى زي الفل كده، عقوده زمان وفلقه. ليه؟ لان انا هستفيد بيها، مش هبقى بقى ايوه بس مش بالمنظر ده، مش لدرجه سمارت فون يعني. مش سمارت فون، انا عايز حاجه تجيب لي تيشرت. تجيب لي عايز سمارت فون يا خالد. بس الراجل بيقول لسه عايز جديد يا جماعه، يعني مجهز ودافع مهر وعامل شبكه يا ستي جيب لها تيشرت. اقول لك على حاجه، طقم كوبايات، طقم كوبايات يا حوده. مجد وعلي صورتها على الاساس فيه حاجه مفيده. لا انا عندي فكره احلى. بص يا حوده، لو هي ما عندهاش مكان اللي بتقطع البصل واللي بتحضر الخضار، يا ريت تجيبها لها، عشان دي كانت طب والله حاجات حلوه. اقول لك على حاجه، بتاعت البصل واللي دي بتعمل الرز واللي هي القلايه. لا مش حاجه بتعمل الرز، اللي هي اللي بتحط فيها الرز دي. ايه دي اللي بتعمل فيها؟ لا في بتتعمل بتحط فيها الرز بالبخار بقى ده. بتعمل والله بيبقى طعمه جميل. انا بقى عايزه خاتم كده مثلا سوليتير، حاجه مجوهرات، حاجه كده عارف اللي هو يعني ايه كده. احنا لسه جايين السمارت فون يا دنيا. سمارت فون لا احنا لسه ما جبناش السمارت فون يا جماعه. طيب التشويت اكتر على حشمت وعواطف زي ما انا قلت. حشمت وعواطف، شوشو وكمان محمد صالح. خلاص حشمت وعواطف هيبقوا معانا كل حلقه، هنجيبهم هنا اهو هيبقوا في الاستوديو. يا جماعه ليه معانا في كل حلقه؟ ناس ترتبط بيهم كل حلقه. وانا الام ماليش نصيب. ما انا بعواطف. طب انا ما اخترتش الاسم يا جماعه، خليكم ديمقراطيين معايا، ادوني اختيارات تانية عشان انا يعني انا مش عايز اسمي عواطف لو سمحتوا، عشان انا ما عنديش بنات. اسم جميل والله. عواطف اسم حلو جدا، بس طب ما انا من حق اختار. اختاري. طب ما هو انت ما ادتنيش فرصه. لا ما خلاص انت اخترتي. ايه عواطف؟ عواطف مش عطوف. طب الطاووس ده ممكن يعني تطلعي فيه طاقتك، ممكن تسميه اسم الطاووس الحزين. ايه الحزين دي؟ ليه ده جميل وورده ابيض؟ ليه حزين؟ تحس ان هو في حاجه كده. على فكره بيقول لك ايه، ما تنكريش ان الطاووس احلى من الطاووسه. على فكره بتاعت هو وهي. احنا ضحكنا على داليا وكانت عايزه تركب الطاووس ده عشان لا انت اللي كنت عايز على فكره تركب. لا انا كنت طبعا متفق مع شفيق بيضحك. طب بصوا يا جماعه، مي بتقول لكم، صباح الفل عليكم يا احلى مذيعين وعليكي عليش، وعيد الحب ده ملناش دعوه بيه. السنجله حلوه اهو، السنجله جنتله. ماشي يا مي والله برافو عليكي. سمسمه المهدي بتقول صباح الخير والحب والفالنتين عليكم يا خالد واسماء وداليا. وعلى فكره انا سنجل ومبسوطه، واحلى فالنتين فالنتين السناجل. في شعارات كده هم بيخترعوها السناجل. ماشي يا سمسمة، قصدك ايه ان هم بيقولوا كده؟ انا قد التحدي وسنجل ومحدش قد. طب ايمن علي بيقول انتوا اجمل برنامج على قلبي. بابا يا ايمن يعني هابي فالنتين. طب تيجي نشوف رحاب كده اخبار السنجله والجنتله والحاجات دي. يا رحاب. الو صباح الخير. صباح الفل. الفل. انا مدام رحاب. مدام رحاب. يا مدام رحاب. صباح الفل عليك. اسم عواطف. ايه؟ بتطلع في الاسم عواطف. عايزه تسميها عواطف؟ لا حماتي اسمها عواطف. طب انا بقول انا ده خلاص نسميها على اسم حماتك. طيب؟ لا انا خلاص سميت، بس هي اللي سميت لي بنتي اسمها مريم. مريم حبيبه قلبي، ربنا يخليها لك يا رب يا داليا. واختاري اسم طيب وتفرحي بيها. طب قولي لي، وجبتي هديه فالنتين لحماتك؟ ثانيه يا داليا. طبعا. جبتي هديه فالنتين لحماتك يا داليا؟ رحاب. يا رحاب. انت واثقه؟ انت واثقه من جميل قوي والله. وحماتك كان اخبارها ايه بقى لما قلت لها هابي فالنتين وكده؟ لا كانت مبسوطه خالص بصراحه ودعت لي. والله انت جميله. انا مش معنى ان احنا نجيب للحما، ربنا هيكرمك ومريم ربنا هيرزقها بحما باذن الله، تكون كويسه معاها زي ما انت كنت كويسه مع حماتك. والله وعايزه اعمل اهداء لاختي. قولي لنا اختك اسمها ايه؟ اسمها عليا محمد. عليا حبيب فالنتين. عليا وتعملي لها اهداء بمناسبه الفالنتين ولا عندها مناسبه خاصه؟ لا بمناسبه الفالنتين، وبمناسبه ان هي احلى اخت في الدنيا، عشان هي اللي يعني هي اللي جوزتني وكده بعد ما مامتي اتوفت. ربنا يخليك. ربنا يخليك. انت جميله قوي يعني، يعني بجد يعني مش عارفه اقول لك ايه يعني، ربنا يكرمك يا رب. طب جبتي لجوزك هديه يا رحاب؟ طبعا. جبتي له ايه يا رحاب بصراحه كده؟ جبت له برطمان شوكولاته بيحبها وغلفتها له. ايوه حلو حلو ده. شوكولاته. طب والعشاء ايه بقى يا رحاب؟ مفيش بطايه كده، صينيه رقاق، كشك كده، وجنبيه ملوخيه ورز، سمك وجمبري. لا ما هو ده العادي ده. لا ده العادي. اوبا يا جماعه بتقول لك ده العادي، بقول لها بطايه وكشك وملوخيه بتقول لك ده العادي. لا كل يوم يا رحاب ده انت يعني. بصي ست بيت شاطره بتحبي حماتك، جايبه لها هديه، واخده بالك من جوزك؟ خالص. ايه؟ ما كنتش كده خالص. امال ايه اللي حصل؟ الحب؟ لا يعني طبعا ربنا اكبر حاجه في الدنيا يعني. ايه يا حبيبي؟ حب ربنا اكبر حاجه. حب ربنا طبعا اكيد، لكن هو الحب عاطفيه قوي. يعني حبك لجوزك هو اللي خلاكي تجتهدي تتعلمي الطبيعه. بقالك قد ايه متجوزه يا رحاب؟ كده يعني؟ بقالي ان شاء الله داخله في 5 سنين.
ما شاء الله ما شاء الله. يا رب يعني يكون عيد سعيد عليكي وقبل ال 25 ودايما تحتفلي بقى بعيد الحب وعيد جوازكم كمان ال 25 وال 30. اتفضلي سريعا. احنا ممكن يعني نجيب ان شاء الله حتى توكه بنص جنيه او بجنيه. صح. لحد بنحبه او لا او مكالمه تليفون بربع جنيه دقيقه. جميله قوي يعني نفس انتباهوا ان احنا بنحبه. صباح الفل يا رحاب ومتشكرين جدا إيه والله إيه وكلامك زي الفل. ايه المشاعر الحلوه يا جماعه اللي رحاب تتكلم عنها؟ بس ليه اجيب حماتي؟ انت جبت بقى لمراتك إيه هديه إيه يعني. يا جماعه الشهر جبت الجاي هديه ايه في الفالنتين؟ وايه يعني يا سيدي جبت ايه هديه؟ جبت ايه هديه؟ بيقول لك ما بيجيبش. بقول لك الشهر الجاي عيد الام انا اجيب لها ليه في الفالنتين؟ يعني ايه الشهر الجاي عيد الحب؟ يعني عيد الام الشهر الجاي. ده انت بتتكلم على حماتك ولا على مراتك؟ انا؟ اه انا بتكلم عن ايه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ انتوا بتتكلموا عن ايه؟ اللي هو مين؟ بوحه مين؟ مين؟ هي سألتك جبت هديه لمراتك في الفالنتين؟ انا ههدي لمراتي الاغنيه اللي جايه. يلا اسهل حاجه عندي الاغاني. ليه؟ تموره قول يا تموره. تموره يا صباح كل اللي موجودين معانا لسه نهارنا جديد على النهار اليوم والنهار وان ونهارنا جميل كده ان شاء الله وهاشتاج نهار جديد هو ده الهاشتاج اللي انت هتبعتولنا عليه طبعا يعني حشمت بيكمل الكلام معانا فيعني حاول انت كمان كده تردد خلي بالك من عواطف بس عشان قاعده جنبك وانت كده صباح الخير ونهار جديد عليكم تاني من اول وجديد وبنرجع لكم تاني ومعانا النهارده ضيفتنا في هنطفيها حاضر هي بس بتقول نهار جديد معاكم صباح الخير نهار جديد جديد معاكم صباح الخير صباح الخير صباح الخير بنكمل معاكم حلقتنا تاني ومعانا ضيفه دخلت تاني معانا الاستوديو هي قاسم ايه دايما قاسم قاسم شاهستا قاسم سقفه شاهستا قاسم بس في الاول انا عشان بساعد شاهستا دلوقتي ما انت خلاص شاهستا قاسم عايزين نعرف الناس هي طبعا انت اسمه انا خلاص قرري عشان شاهستا قاسم هي طبعا منظمه حفلات وبتعمل ديكور جايه النهارده تدينا بقى افكار كتير جدا عن الفالنتين وتاني برجع اقول خلي بالك من بنتي داليا خلي بالك من عواطف في حاجه كمان شاهستا هتعملها النهارده ان هي هتدينا الهدايا دي وهي مروحه لا 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 خالص انا عايزه البوتاجاز ده انا عايزه اللي هو طب انا هفضل ماسكه الكيس ده عشان البوتاجاز عشان هشتغل معاكي انت فاهم غلط انا هديك اي حاجه على فكره على فكره ده هو كان عايز يجي يقف هنا عشان بعد عشان ياخد بقى انا بقى رحت انا سبقته لا دي محجوزه انا اوريدي هرجعها المحل بقى احكي لنا بقى عن مشروعك ده هرجعها بصي انا اصلا ويدنج بلانر وبس بما اننا النهارده بنحتفل بالفالنتين انا جيت اشارك معاكم فعايزين نعمل فكرة جديدة بقى غير الأفكار التقليدية بوكي الورد والدبدوب والفكرة التقليدية دي جاية بقى فكرة ممكن أي حد يعملها في البيت طب إيه؟ يعني إحنا ممكن دلوقتي نجيب سبب طيب جاي بوري عليها بس جاي الفكرة النهاردة إن إحنا هنعمل سبب فيه شوكليت خدي شفتي مش لازم طبعا عيد الحب يقتصر على كل كابلز او اتنين متجوزين ممكن ان الحب يبقى البنت لمامتها الاب لزوجته السنجل لسنجلتها الصاحبه لصاحبتها ايوه جابت لي النهارده هديه وجابت لخالد كمان فاحنا نعمل فكره جديده ان احنا ممكن نجيب صور الناس اللي بنحبهم النهارده جايبه لكم صور ولادي الله وريني كان اسمهم ايه مازن مازن ده محمد مازن ومحمد وحلا ما شاء الله هنعمل لهم محمد وحلا ههديهم النهارده هديه الفالنتين تمام هنقص الصوره طب ممكن تساعديني بقى طب قولي طب ايه رايك يلا احنا هنلزق الستيكرز على الشوكليتس اوكي يعني انت كل انت عشان كده جايبه شوكليت مربعه عشان يبقى كل شوكليت باسم طب ثانيه عشان لما اروح اعملها لاولادي في البيت كل صورة مكتوب عليها هابي فالنتاينز داي وهنكتب اسم كل واحد في اللي احنا عايزين نكتب له التهنئة ونحطها على الشوكليت ممكن نعمل ده بس كده عشان الكاميرا طبعا انت عينك على ممكن نحطه كده وبعدين ناخد منه بقى اللي انت عايزاه طب قولي لي ايه كله. فكرة ان انت عاملة انبوبة بوتاجاز وعاملة لها يعني غطا احمر دي كده دي فكرة تانية ليه بقى؟
عشان الراجل يقدمها لمراته. عشان نولع يعني في الحب يعني. عشان انابيب دلوقتي غاليه. نولع في الدرع بقى. الانابيب دلوقتي غاليه جدا فدي احلى هديه بتهيألي يدخل بيها النهارده وهي انبوبه البوتاجاز. والله العظيم على فكره دلوقتي بس دلوقتي بقى في جايز. ان انا ممكن اعبيها اي حاجه انا عايزها يعني ممكن اعبيها مثلا هتعمل ايه هعمل كده خلاص كبريت دي اصلا نار. علبه هدايا على فكره دي مش انبوبه دي علبه هدايا بجد واو سنتركم استنوا شويه فكرتها حلوه يعني انت كنت المفروض تجيبي لي احنا جايبين فكرتين الفكره ان احنا ممكن نعمل السبت ده وممكن نعمل هنا كادو بتاع هديه والله فكره حلوه اهي شهيستا يعني بيشير لل يعني توهج الحب وال والنار والحب يعني شهيستا وانت شغاله كده الطاووس ده انا ممكن اجيبه هديه فعلا لحد يعني لا هو ما يتهداش بيه خالص الطاووس هو الطاووس انت لزقتيها بايه؟ ستيكرز بستيكرز ايه ده؟ ايه التقدم ده؟ ايوه صح كل حاجه مدروسه هروح اعملها كده الطاووس ده في الافراح انا بعتبره رمز جميل جدا لان الطاووس من اجمل الطيور في العالم طبعا في نفس الوقت هو كان بيتربى في القصور بس الذكر منه يعني هو دايما هو اللي بيبقى علشان انا هقول لك هو دلوقتي هو كان بيتربى في القصور بتاعه الملوك فبيبقى جميل جدا في الافراح الرويال الطاووس بيجي في فصل الربيع اللي هو فصل التزاوج بتاعه بينفش ريشه بيتفخر بيه قدام الانثى بتاعتها زي رجالك عشان كده انا بحط في الفرح هو وهي هي وهو عرفتي بقى احنا ليه جايبين الطاووس النهارده طب بصوا يا جماعه انا طلعت شاطره دي الفكره اللي شايستا عايزه توصلها لنا احنا ممكن احنا هنغطي السبت بالاحمر هنعمل اي شوكولاته انا هنفذ وانت اشرحي شوكولاته مربعه ونروح طابعين صور مش شرط مربعه مش شرط مربعه ممكن مدوره ده بيبقى صوره مفيش شوكولاته كده دبل فيس فيها ستيكرز كده وبنشيلها وبنقص الصور وبنلاقيها وانا حطيت صوره ابن شايستا ابعت له الصوره بس جيب له الشوكولاته صح هو بعت له بس هقول لكم صوره هنرص طيب. بقى طيب خلينا احنا كده كده على فكره انت طمعان ها انا بساعدها بس هي كده كده مش هتخرج من هنا غير لما ناخد الحاجه لا من غير الشوكولاته هخرج من غير الشوكولاته تخرجي من غير اي حاجه يا كويس ان انت هتخرجي لا والله طب ايه رايك نفرجك على حاجه ليه انا واخده رهن واخده رهن النهارده ولا ايه احنا معانا ابو العريف ابو العريف هو شخصيه كده معانا الكاريكاتيريه هو هيحتفل معانا النهارده بالفالنتاين نشوف هو هيحتفل معانا ابو العريف ابو لسان طويل ابو لسان طويل ما تنكتش على الناس النهارده صباح الخير يا اسماء صباح الخير يا داليا صباح الخير يا خالد يا عليش اول تجربه حب مريت بيها كان عندي 3 او 4 سنين يعني تقريبا وكانت بنت معاه في الحضانة ما كنتش لسه اعرف لعيد حب ولا غير واي واحدة في الدنيا كانت بتبص عليا كنت بفتكرها بتحبني ودفعت اللي قدامي واللي وراي وبعد سنين عرفت افرق بين حاجتين الحب والسهوكة لان الحب حاجة والسهوكة حاجة مش اي واحدة تضحك لك تبقى بتحب المهم خليك نصح في الهدية وبلاش تدفع كتير مفيش حاجة مضمونة يا ابني لما تجيب هدية هدى بدوب حاجة باتنين ونص ما تكترش عن كده ليه؟ علشان لما تسيبوا بعض تقول لها لو مش عاجبك اسلوبي رجع لي دبدوبي اشوفكم بكره. باتنين ونص ده بيروح لو مش عاجبك رجع لي دبدوبي لو مش عاجبك اسلوبي رجع لي دبدوبي حلوه الكلام ده لا واتنين ونص لا اتنين ونص ده بخيل قوي ده واضح يا جماعه كمان ان ابو العريف بخيل جدا 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 لا ده هيجيب لها بتاعت الفرق ده هيجيب لها بطيخه بتاعت سلام يا صاحبي لا وين بخير في وتعالى بص في كل حاجه بيبقى بخير في مشاعره كمان صح حكم انا اسمع بيقولوا كده بتقول حكم وبعدين قال لك عن السهوه كمان انا بس ما تحققتيش لا وبيقول لك لا تحققت لا بربشت العين بتقول لك ما تحققتش لا مش يعني طيب شهيستا ده بقى ايه ده دلوقتي قفص مليان بقى قفص سبت قفص هو قفص ايوه قفص هو قفص احنا هنحط الشوكليت باسامي الناس اللي بعد ما حطينا عليها الصور في برضو تمام اللي احنا لزقناها بسكت بالقلوب ودي على فكره ممكن نعملها في البيت يعني هي هديه ماديه يعني بدل الدبدوب اللي هو ما مثلش اي حاجه فدلوقتي الستات بقت ماديه شويه فاحنا الشوكولاتات بس دي الولاد كمان الولاد ما هو ايا كان بقى يعني الام لاولادها ما احنا قلنا بقى مش لازم يكون كابلز لا مش لازم على فكره خالص دي هديه السناجل دي هديه السناجل بس الدبدوب بتهيألي يا شهيستا بيبقى مهم في الفالنتاين صح؟ في الفالنتاين كان زمان بقى
لا احنا قلنا السنه دي هنقدم حاجه جديده. حاجه جديده حط هنا نحطه كده. بس ممكن اجيب معاه دبدوب صغير على اساس ان هم هو تقريبا الدبدوب ده بيبقى مرحله اللي هو قبل الجواز، لان هي بيبقى في تخيل بقى اللي هو بيبقى محضنينه بالليل وبتاع او مخده. لا ما هم اللي بيجي لهم دلوقتي دبدوب قبل الجواز ما بيكملوش الجواز اصلا. اه صح. ليه كده يا شهيد؟ يعني بيبقوا عايزين هديه. لا خالص هديه هديه. لا بس دي انا مش هتفق معاكم يا جماعه، لانه انا جالي دباديب قبل الجواز الحمد لله رب العالمين وفي البلالين الهيليا. البلالين لا 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 مازال في البلالين الهيليا. لا مازال مين اللي قال الدباديب وقف؟ بس بقى في حاجات يعني جنب الدباديب، يعني مثلا ممكن ابقى عايزه حاجه معينه في البيت هتريحني. هتديني الدباديب ما بتجيبش همها بعد الجواز. هتديني نوع من انواع. بس دلوقتي بقى في انواع جديده على فكره من الدباديب. يعني امبارح لما نزلت عشان اجيب لكم الهدايا. ايوه خلاص نزلت عشان اجيب لخالد واسماء الهدايا. خدي بالك من مقطع تاني. نزلت عشان اجيب لخالد واسماء الهدايا تاني. خلاص انت علقتي يا داليا. كان في اشياء كتيره جدا من الهدايا، مش مقتصره بس على دباديب ولا مقتصره على ورود. لا بقت حاجات كوميديه. عروسه سودا مش عارفه بتعمل ايه، الساحره الشريره سحليه مش عارفه بتعمل ايه. لا ايه ده بجد يا داليا؟ امبارح كان في اشكال كتير. انا الدليل انا مش عايزه اضربكم، كنت جبت لك سحليه. ليه انبوبه؟ الانبوبه دي ترند السنه دي يا شباب. دي ايه ترند دي؟ دي اخر حاجه. ده انا جايبها لكم دي اخر حاجه على فكره. انتوا بصوا يا جماعه، يعني الورد اللي عملته شايسته ده انا عندي. معلش يا سيده ممكن اضيف فكره؟ اتفضل. لو احنا اولادنا بقى حاسين بالملل، يا سلام البسكوت اللي شايسته حطيته ده واحنا بنعمله وهي بتحط الورد، نجيب ولادنا في المطبخ. معلش ضحي النهارده بان مطبخك يتبهدل وتقعدي تعيطي، قصدي يعني مش تعيطي، تبقي متاثره وانت بتلمي الدقيق وكل الكركبه دي من المطبخ، وخلي ولادك يعملوا معاكي البسكوت بتاع الفالنتين اللي احنا نحطه في سبت. ايه رايك؟ هي لو فكرت انها تقعد تعمل البسكوت للفالنتين هتلغي الفالنتين اصلا. ليه؟ بالعكس كده مقاديف صغيره. يعني هو موجود في السوق على فكره والدنيا لما بتجيبوا اولادكم حتى ما بتحكوا لما بتجيبوا اولادكم ويشاركوكم في المطبخ ده بيفرق معاهم جدا. هي النهارده الام المثاليه حسيتك مش قوي. او مثلا ممكن نقول مثلا كتاب المدرسه ممكن تحطوا. طب تيجوا نشوف حد الجو اخبارها ايه ده، صح ولا غلط؟ كتاب المدرسه بطاطا وتلف البطاطا بكتاب المدرسه. بما ان احنا الفالنتين عايزين نطمن الناس على حاله الجو النهارده عشان الناس اللطيفه اللي قررت انها تخرج سواء كانوا سناجل او كابلز او عائلات، فاحنا عايزين النهارده نطمنهم على حاله الجو. الجو بقى الحمد لله رب العالمين تصالح مع حاله الفالنتين عشان يعمل حاله مصالحه مع اول يوم دراسه على فكره. مع اول يوم دراسه النهارده طبعا يوم دراسه عند الناس، بس في ناس ما كانتش واخده اجازه لكن المعظم كان في اول يوم دراسه النهارده بينزل. الحمد لله الجو الصبح فيه حاسين بشهر دفى دفى الحب النهارده. كان الشبوره اتكسرت شويه. الحب ولع في الدره يا بيه. ايوه احمد نشوف دكتور احمد عبد العير رئيس هيئه الارصاد الجويه هيقول لنا ايه. صباح الفل والورد يا دكتور. صباح الفل والورد وعيد الحب، كل سنه وانتم طيبين جميعا. وحضرتك طيب وبخير وهيئه الارصاد الجويه كلها طيبه وبخير. طمنا بقى النهارده حاله الجو عامله ايه؟ احنا من المنتظر ان توالي درجات الحراره ارتفاعها على مدار هذا الاسبوع ايضا. تمام. وبقيم بتروح من درجتين الى ثلاث درجات، وده بدايه لموجه جديده من الحر بالفعل، وده الوصف الطبيعي لحاله الطقس هذا الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. بحيث من المنتظر ان بتتجاوز درجات الحراره العظمى اعلى من معدلاتها في هذا الوقت من العام، بتتقيم بتتراوح ما بين من 8 الى 10 درجات. فنستطيع مثلا على سبيل المثال لو قلت القاهره خلال هذا الاسبوع في ذروتها تصل الى 30 درجه. 30 درجه؟ ده احنا قلبنا صيف يا دكتور. ما هو ده اللي انا لسه هقوله بقى. التحذير اللي انا هقوله. أيوة. نرجو من الجميع ما ينخدعش ويفتكر ان الصيف طلع ويخفف الملابس. لا احنا لسه اولا ساعات الليل المتاخره بتبقى بارده جدا. بنحذر طبعا من الشبوره المائيه في الصباح الباكر. محدش يخفف الملابس. لان مع ان شاء الله مع نهايه هذا الاسبوع هتبدا درجات الحراره في الانخفاض. يعني احنا ما زلنا في فصل الشتاء. تمام. امشيلي يا فندم السنه دي بقى هيبقى عامل ازاي؟ هنشوف تراب كتير ورياح ويعني ما اكيد مع اكيد حضرتك مع انخفاض درجات الحراره اللي هيبدا ان شاء الله مع نهايه هذا الاسبوع، هذا الانخفاض اكيد هيصاحبه رياح شديده، واكيد طبعا الرياح هيبقى معاها الرمال المثاره والاتربه، وعشان كده احنا بنحذر الساده المستمعين بعدم تخفيف الملابس. بنشكر الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. الحمد لله. شكرا يا دكتور وصباحك صباح الفل. وطمنا على حاله الجو. الجو متصالح يا جماعه، يعني ده يديك حاله تصالح كده مع النفس. يعني انا عن نفسي هروح البيت.
بصوا يا جماعه فاكرين بتاع دي احنا هنكمل داليا خالد. طيب ناخد النهارده يحدث في مصر دي. هنروح ليحدث في مصر بحبها جدا بما ان اسماء يعني مشغوله جايه لك على طول. لا تقلق هناخد النهارده يحدث في مصر. مصر النهارده هتكون في مقارنه مع اليابان وده من خلال مشاركة المجلس القومي للمرأة في منتدى النمو الشامل والتمكين المنتظر واللي بتنظمه الأمم المتحدة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كمان. وده اللي هيتناقش فيه تحت عنوان دور المرأة والشباب في المجتمعات التي تشهد تحولات. طيب احنا النهاردة عندنا برضو هيكون يحدث في مصر. عندنا ايه تاني يا دلع؟ عندنا كمان النهاردة الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة عنده اجتماع للمجلس التنفيذي للمحافظة وده هيكون بعد شوية وده يعني هيشارك فيه نواب المحافظ ومدير المدريات ورؤساء احياء القاهرة وحنسمع فيه قرارات مهمة خلال الساعات اللي جاية. طيب احنا النهارده كمان عندنا اجتماع تحضيري استعدادا للاجتماع الوزاري للدوره ال11 للجنه المصريه الكويتيه المشتركه واللي هيمثل مصر فيها السفير طارق عادل وعن الجانب الكويتي هيكون في السفير عزيز الدجاني مساعد وزير الخارجيه لشؤون الوطن العربي واحنا طبعا اكيد هيبقى لينا مداخله مع سعاده السفير. النهارده وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي هيفتتح النهارده مؤتمر الثانوي الرابع للابتكارات العلمية لطلاب الجامعات ومعاهد العليا هتستضيفه جامعة المنصورة هيكون الافتتاح الساعة 10 ودي هتكون فرصة لسيادة الوزير ان هو كمان يفتتح المبنى الجديد لكلية الآداب وكلية التربية الرياضية ده غير المعمل المركزي بمركز جراحة الجهاز يعني الهضمي. النهارده كمان في اوركسترا القاهرة السيمفونية الساعة 8 بالليل الحفلة هتكون في أوبرا اسكندرية على مسرح سيد درويش. يعني النهاردة كان يوم بقى هيبقى مليان بقى بالحفلات. في كمان هيكون في حفلة طبعا للموسيقار الرائع طبعا العالمي عمر الخيرت اللي أنا بعشقه طبعا وبنقول له هابي فالنتاين. كمان هيكون لي حفلة على دار الأوبرا المصرية وطبعا احنا دايما عارفين حفلات عمر خيرت بتبقى تحفة يعني جميلة وأكيد بيدينا موسيقى بتنقلنا بقى من دنيا لدنيا وعالم لعالم. نكمل بقى مع شاهيستا وخالد. خالد بقى بيعمل حاجات اهو. طمعون طمعون. انا خلاص الهديه كلها خلص بجد كلها كلها كلها. هو جاي على انه هيساعدني بقى وكده بس عايزه اقول لكم الحقيقه على فكره ده ابتدى ياكل بجد. هو جاي ياكل يا جماعه. عملت هديه. عملت هديه. انت ما فطرتش يا خالد ولا ايه؟ دي لفتها بايه دي يا خالد؟ بتفطر ايه يا خالد صحيح؟ انا بفطر شاي بلبن ومعاه شوكليت. لا يوم الفالنتاين تقصد. شوكليت برضه بجد يوم الفالنتاين فطر شوكليت. ايوه يعني ده انا هلحق اقفل الشوكليت قبل ما خالد يعني ياكل الشوكولاته كلها. ده العادي يعني. احنا ممكن تساعدني مقفل هنا نقفل. احنا ممكن نصبح بقى على شويه من اصدقائنا عقبال ما خالد يلف الهديه. دعاء سعيد بتقول صباح الفل عليكم كل سنه وانتم طيبين جميعا واحلى عيد حب مع احلى ثلاثه تفاؤل. انا ببعت احلى تهنئه لجوزي حبيبي اسامه تيسير واقول له ربنا يخليك لينا ويبارك لك ويبارك لنا فيك ويبارك في اولادهم سجده واياد ويقول لبابا كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا اسامه وربنا يخليكم لبعض يا دعاء. عندنا محسن عبد الناصر صباح الورد والحب والجمال اسماء داليا خالد انا بقيت من غيركم مش عارف اعيش صباح الفل عليكم من السعوديه وكل سنه وانت طيب يا بابا. اسماء بعت لك يا بابا كل سنه وانت طيب. ميرسي يا محسن قوي واحلى هديه ليك النهارده ربنا يرزقك بعمر قريبه وناكل مندي سوا. والله يا محسن لو كنت قلت ده انا بابا وماما لسه راجعين من العمره يوم الاثنين اللي فات لو كنت قلت كنت خليتهم اجلتها عشان يقابلوك. في كمان سامي عزيز بيقول قابلتها وقلت لها اجيب لك ايه قالت لي كفايه الحنيه و بس انا عايزه اقول حاجه بقى انا ملاحظاها على مواقع التواصل الاجتماعي ان السناجل هي اللي مكسره الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي وبيقولوا ان احنا يعني مش فارق معانا وصباح الكل على كل سنجل وكل الناس يعني داخله بطاقه ايجابيه كده ومش فارق معاهم خالص. يا برضه ما تحسيش الناس كده ان الكابل لا انت سنجل انا سنجل انا سنجل انا سنجل السناجل يبقوا معانا السناجل على هاشتاج نهار جديد. احمد سامي بيقول صباحكم حب اسكندراني واحلى سمارت فون لداليا. الله
وبحبك اسماء وحبيبي عليش. طيب طب يعني سمارت فول لداليا وانا انا اللي طلبته. وانا شخص عمل وانا وانا وعليش الكلمتين بس انا اللي طلبته. احنا كمان عايزين بس قبل يعني نختصر الوقت شهيستا. دي برضو فكره حلوه. شهيستا خلصت. دي فواحه. دي فواحه. واو. دي كمان عشان نكمل المنظر لو احنا هنحط الهديه على الترابيزه. يعني تمام. ممكن نعمل نقلب الكيس ونحط جواه فلاور. الله. حمراء. حلوه قوي. ونحط فوقيها كاندلز. كده بس دي مش هتدخل دي كبيره. وممكن نستخدمها عادي يعني كشمعدان كده. عشان تعمل جو مع الهديه ودي ممكن نستخدمها. الله. واهم حاجه الجو ده بيبقى رائع جدا. دي فكره هديه. في فكره ثانيه برضو ان احنا نجيب فريم. حلوه دي. في انبوبه البوتاجاز. انا عملت كده امبارح بس من غير الانبوبه. من غير الانبوبه؟ لا من غير الانبوبه. احنا هنستبدل الصور دي برضو بصور الناس اللي بنحبهم تاني. هقول سجايبه صور ولادي مادن ومحمد وحلا. احنا سايبينك النهارده تاخدي فرصتك عايزك على اولادك بقى. كل شويه لازم اكرر. احنا طبعا عايزين نشكر شهيستا جدا 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 ان هي كانت موجوده معانا النهارده علشان عندنا فاصل للموجز. احنا وهنكمل فقراتنا. هيبقى معاكم داليا بعد الفاصل، بعديها خالد مسك الختام ان شاء الله. ورسالتي برضه للسنجل، اقف قدام المرايه وما يفرقش معاك حاجه ابدا. اقف قدام ومحدش قدي. سنجل وخليك سنجل. انا بقى مش عايز الستات المتجوزين يحسوا بالمال خالص، اللي هم بقى لهم زي حالاتي كده. شهيستا بقى سريعا تقول لجوزها واولادك كلهم. يلا يا شهيستا. كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله السنه الجايه تكونوا باحسن حال ان شاء الله باذن الله. وربنا يخليك كلكم لبعض. ونروح للموجز وبنصبح على زميلتنا شيماء. صباح الخير وكل سنه وانت طيبه. اتفضلي. صباح الخير وصباح الحب وصباح كل حاجة حلوة وصباح الفل والياسمين. طبعا في عيد الحب دايما بنسمع جملة كده عن ضحايا عيد الحب اللي هم السناجل. يمشي في الشارع يلاقي ورد ودباديب، يفتح النت يلاقي ورود وبوستس حمراء ويلاقي أغاني وكلام حلو. طب يروح للراديو برضو بيتكلموا عن الحب. طب نروح للتلفزيون أحمر أحمر أحمر، كل مكان حواليه أحمر زي كده، طريقك مسدود مسدود مسدود. لكن النهاردة هنتكلم وهنخلي حياة السناجل بشكل مختلف. معايا يعني أشهر شاعر وسيناريست اتكلم عن الفركشة وحياة السناجل، الشاعر والسيناريست عادل سلامة. برحب بيك معانا وصباح الخير عليك وصباح الحب والفل والياسمين. صباح الفل وهابي فالنتاين. قول لي بقى، عايزين نسمع كده قصيده كده الفركشه دي قايلها ازاي؟ لا هي بمناسبه حكايه السناجل. طبعا انا مش سنجل، انا اعتزلت السنجله. انا بس عايزه اقول حاجه، ان عادل وهو جاي جاب لي ورده وقال لي هابي فالنتاين اول ما دخل الاستوديو، فانا عايزه اقول له ثانك يو بجد عشان هو عارف. انت كنت عارف ان انا سنجل؟ لا انا ما عنديش اي فكره خالص، بس انا شوفي وانا في جوه في الـ في الـ عشان تعرفوا ان برضو السناجل بيجي لها ورد حتى من زمايلها في الشغل كده. يلا قول لنا بقى القصيده بتاعه الفركشه والسناجل. لا هي مش فركشه، هي كانت في مرحله ما كان حد قال لي انا ما عندي ازمه مع كل ما اقابل واحده وفاتحها في الموضوع تقول لي يعني خلينا اصحاب. ليك انت قصيده اسمها خلينا اصحاب. قولها لي بقى كده نبتدي بيها النهارده. خلينا اصحاب خلينا اصحاب، جمله مقابلاني في كل طريق، هو انا مكتوب على وشي صديق؟ ما انا عايز احب بجد واتحب بجد وادوب، ولا انا جوايا حجر والناس جواها قلوب؟ انا واحد زي بقيه الطلبه وزي بقيه الناس، مزحومه عيوني بكام بنوته من الاحلام، مزحومه دماغي بكام كشكول، هو ده معقول؟ املى نفوخي بعلم ما يتطبقش، واملى القلب بحلم ما يتحققش، ويدق القلب لكل بنات الجامعه، يدق 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 ما دقش، غير طعم الكلمه عذاب فعذاب، خلينا اصحاب خلينا اصحاب. انت كتبت الاغنيه دي من فتره طويله. يعني شايف بقى ان رومانسية زمان اختلفت عن رومانسية دلوقتي؟ يعني زمان مثلا كان ليهم طقوس معينة شباب زمان، ودلوقتي مثلا بقى ليها يعني طابع التكنولوجي والانترنت غطى عليها. هي الوسائل اتغيرت، لكن هي المشاعر واحدة من ساعة ما الدنيا اتخلقت. يعني المشاعر الانسانية واحدة، يعني مش هتختلف لا بالزمان ولا بالمكان.
بتيجي عوامل معينه بتحصل بتجمدها شويه بتفكها شويه كده يعني. لكن عموما المشاعر الانسانيه واحده مش 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 هتتغير، بس بقت رتمها سريع. لكن هي الوسائل بقى، الوسائل اللي علشان الواحد بيحب واحده علشان يوصل لها كان بيعمل ايه زمان ودلوقتي كان بيعمل ايه؟ ايه بقى هم كانوا بيتواصلوا ازاي مع بعض لو حصل انه ما بقاش حب من طرف واحد، هما الاثنين بيحبوا بعض ومفيش مشكله، هيتعاملوا ازاي او هيتواصلوا ازاي او هيتقابلوا ازاي؟ يعني مثلا دلوقتي عادي جدا هتدخلي على الاكونت بتاعه وهتسيبي له رساله، هيسيب لك رساله هيرد عليكي في اي وقت. ممكن تلاقي البنت ماسكه الموبايل وباباها قاعد جنبها عادي، يعني الدنيا تمام. قبل كده كان قصه بقى، يعني كان علشان اتصل بال الحاج عبد الموجود موجود 6 كيلو سمك وجمبري بالظبط كده، الاعمال الفنيه ما سابتش. لا كان كنا ساعات بنتحايل كمان، ولو ليا صديقه اللي هي دايما بيبقى فيه اللي انت بتحبها وفي الصديقه اللي هي البت الجدعه اللي بتبقى زي اختك و صديقه البطل حاجات كده، اللي هي تتصل الاول فلو حد رد يسمع صوت بنت فيطمن فيدي السماعه ليها فيقوم مثل كان يعني زمان في مجهود اكتر، يعني مجهود. كان زمان في مجهود اكتر. لا ساعات تنزل من البيت، تنزل من البيت اللي انت مش عارف تتكلم في البيت عندك لبش وبتاع ف رايحه للترزي وسيب التليفون السنين. لا انت تنزل وتروح على 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 مكان، وخصوصا لو بتحب بنت من محافظه تانية وما عندكش في البيت مباشر، فهتقوم نازل واخد دور في السنترال وكابينه واحد وتقوم داخل والنبي مد كمان والنبي والنبي مد كمان والنبي، يعني كانت شغلانه كبيره وتطورت الدنيا بقى ايه كروت منتل وبتاع بعد ما كنا بنحط الخمسه صاغ اللي بتتصلي بيها ديت. ناخد احمد من القاهره نساله النهارده. صباح الخير يا احمد. صباح الفل، ازيك يا داليا؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. قول لي انت متجوز سنجل مرتبط ايه؟ لا انا مباحث. مباحث؟ حلو. انت جاي تقبض على مين؟ لا والله يعني لا هو يعني هم يعني انا بحب ناس كتير وهم كلهم بيحبوني زي اخواتي. شوفيها انت بقى انا فين بالظبط كده. يعني انت اصلا يعني انت مرتبط ولا مش مرتبط الاول؟ لا مفيش الكلام ده، لا ما عندناش الكلام. طب انت بتنطبق عليك قصيده خلينا اصحاب؟ يعني سمعت كانت حلوه. تسلم. طب قول لي انت النهارده انت مباحث ظابط. يعني شايف الاجواء النهارده ايه بقى؟ انت كده وانت صاحي من النوم وشايف بقى الدنيا احمر فاحمر فاحمر، احكي لي بقى كده وانت واقف لابس اسود. والله انا اصلا يعني المفروض الفالنتاين ده ما يبقاش للاثنين اللي بيحبوا بعض، المفروض اصلا يبقى للسناجل. يعني دلوقتي هم عندهم السنه كلها. تمام؟ فيعني هم الاثنين مع بعض طول السنه، ولو بيحبوا بعض فعلا فهم لقوا هدايا بعض. فيها ايه لو ياخدوا في يوم الفالنتين ده ياخدوا اي حد سنجل يجيبوا له هديه، يخرجوا خروجه، يشوف الدنيا عامله ازاي بتاعت المرتبطين وكده. تاخد اخوك الصغير. كنوع من يعني ياخدوا واحد سنجل، لا مش اخويا الصغير، ياخد واحد سنجل معاه ويجيب له هديه نسنجل يعني. يعني يشوف الدنيا يعني برضه يبقى هم الاثنين وهو موجود يشوف بس هيتفرج يعني مش هيعمل حاجه. ويجيبوا هديه يبقى زي يوم اليتيم كده، تبقى حاجه خيريه. زي يوم اليتيم يعني. يوم السنجل. والله يعني اصل انتوا عندكم يعني الحب ما بيبقاش انتوا الاثنين وتبقى انانيه، تبقى انتوا معاكم واحد ثالث يعني يوم كده يشوف الدنيا يعني. نعمل زي اليابانيين والكوريين اللي هو 14 ابريل. كل سنه وانت طيب يا احمد، ويعني ويعيد سعيد عليك وان شاء الله ربنا يحميك. وطبعا بنوجه برضو لابنائنا في الشرطه والجيش كل سنه وانتوا طيبين، يعني دول اكيد هم واقفين بيحمونا واقفين صد طبعا لكل حاجه، وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. لا والنهارده بالذات بقى ما يجوش على واحد وواحده على الكورنيش ويعملوا فيها بتاع بلاش غلاسه النهارده. ولو حمص والحاجات ديت وبتاع. طيب يعني نروح معقول. لاحمد لسوق العبور نعرف يعني اخبار اسعار الخضروات والفاكهه. برحب بيكي احمد.
برحب بيك يا داليا، برحب بكل مشاهدينا مشاهدي شبكة تلفزيون النهار. نحن الآن متواجدين داخل سوق العبور في مدينة العبور للخضار والفاكهة لنتعرف على أسعار الفاكهة والخضروات يوما بيوم، وهذه المتابعة الصباحية هنا من سوق العبور. سينضم لنا الآن الحاج إبراهيم حداد أحد تجار الخضار والفاكهة هنا ليطلعنا على آخر مستجدات الأسعار هنا في السوق. الحاج إبراهيم برحب بحضرتك معنا على شبكة تلفزيون النهار، وعايزين نعرف اسعار الخضار والفاكهه للنهارده. اهلا وسهلا، برحب باذاعه بقناه النهار، اهلا بيها واهلا بها في سوق العبور وكل اعلام مصر وكل شعب مصر بنرحب بيهم في سوق العبور. تمام، لو حبينا نقول للساده المشاهدين الاسعار اليوميه النهارده للخضار والفاكهه. والله يا استاذي يعني في عندي كده بعض زيادات من 3 ايام، في اصناف زادت تيجي 15% وفي اصناف فيها زياده يجي 10%، ففي يعني الموجه اللي هي الساعه اللي جت دي هي لسه طبعا العواقب بتاعتها تبدا تظهر. يعني في عندي الفاصوليا يعني اتحرك سعرها، كانت يعني من يومين بسبعة جنيه، من امبارح عشان الجو كويس نزلت نص جنيه بقت 6.5. الاصناف الغله نقول لك على الاصناف اللي هي فيها غلاء على المعدل الطبيعي بتاعها، طبعا الملوخيه الصوب دلوقتي بتتباع من 3 جنيه ل 4 جنيه، وعندي الفلفل الحامي ب 2 جنيه 2 جنيه ونص، وعندي برضو الفلفل الرومي 3 3.5، عندي البدنجان العروس ب 2 جنيه ونص والبدنجان الرومي برضو ب 2 جنيه ونص، عندي الخيار برضو ب 2 جنيه ونص، عندي البطاطس ب 2 جنيه 2 جنيه وربع، عندي البصل ب 130 قرش، الجزر ب جنيه ونص، البدنجان الرومي 2 2.5. يعني هو ما فيش ثلاث اصناف اللي هم تاثروا زي الفاصوليا الفلفل الرومي. طبعا الملوخيه دي هي مش ايامها دي او وقتها، دي ان هي زادت من 10% ل 15% في الاسعار في بعض اصناف مش كل الاصناف. عندي طبعا زي ما انت شايف حضرتك متواجد كتير قوي الكرنب والارنبيط من 3 ل 3.5، واحنا يعني بنعمل جاهدا على ان ربنا ايه نظهر في الصوره وفي سوق العبور، لان سوق دولي. بس احنا هنا ما يعني في حاجات اسمها اسواق تجزئه بره بتسمى الشلايش، هي دي بتبيع غالي فبيرجع المرجوع بتاعها بيوقف شغلنا هنا وبيبقى ايه الزرع غالي بره، فاحنا نتوجه يعني للدوله والساده المسؤولين ربنا يوفقهم ويلغوا الاسواق التجزئه دي عشان يبقى السوق الدولي. في برضو عندي يا استاذي في حاجات تانية بتاثر في الاسعار غير احوال الطقس، غير احوال الطقس برضو في اللي هي اسواق التجزئه اللي بره اللي بتسمى الشلايش دي، هي ايه طبعا البعد موجوده بره السوق، موجوده في جميع الاحياء، في موجوده في الزاويه، في الويلي، في فاكتوريا، يعني جميع احياء مصر. بتاثر عليكم ازاي؟ بتاثر علينا ان تاجر التجزئه هناك بياخد منهم الحاجه اغلى عشان خاطر يعني ايه هناك ما عندوش رسوم دخول او خروج للسوق، ما عندوش نقل، ما عندوش مصاريف نقل، بيبقى في المنطقه هناك، فهو دوقها بيبيع زياده عننا. يعني انا لو هبيع البطاطس ب 2 جنيه ونص هو بيبيع. بتطالبوا الدوله انه يشوفوا حل للموضوع ده؟ تمام تمام. احنا يعني اي نعم الحمل تقيل على الدوله وعلى الشرطه، بس الوقت يا حاج ابراهيم يعني احنا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه المتابعه، وكانت هذه متابعه حيه لاسعار الخضار والفاكهه هنا في سوق العبور اليوم، وعوده مره اخرى للزملاء في الاستوديو. بنشكر زميلنا احمد مصلحي من سوق العبور، وكل سنه وانت طيب. بنرجع لضيفنا عادل سلامه، عايزين نسمع منك قصه بتنجان العروس ب 2.5. والطماطم بقت بكام دلوقتي؟ فالنتين ايه بقى؟ ايوه. طب قول لي بقى، عايزين نسمع قصيده جديده. طب بمناسبه اللي هي الوسائل اللي اختلفت عن زمان ودلوقتي، كنت عامل قصيده اسمها الورقه المجوز. عارفه الورقه المجوز؟ فاكره في المدرسه يقول لك معاك ورقه مجوز يقطعها من نص الكشكول. فبتقول كان فيه بلكونه وشاي وعيون سهرانه ومشاط كبريت عرقانه والورقه المجوز من كشكول العربي وصوابع واد بضوافر متاكله على قلبه يحط الورقه ويطبع كل كلامه. الورقه المجوز كانت زي سفنجه ما بتخليش ولا لقطه في احلامه، زي سرنجه بتسحب اخر نقطه قلب. والليل مبروك
كان في تنهيد ونجوم وقمر، كان في والله حاجات من دي، وحضرت بنفس الايام دي. كان اخر وقت من الليل متخصص لسيناريو الخطه، ازاي الورقه المجوز دي توصل بامان لصوابع بضوافر بمبي، ازاي الورقه المجوز من غير جناحات هتنط لاخر بلكونه. كان في ايامها في درج المكتب اطلس جغرافيا مليان بالورق المجوز، الورق المجوز كان اخر احلامه يجاز بالختم الاحمر من روج مستني وقلقان. الورق المجوز موصلش لاخر بلكونه، الورق المجوز بالعافيه محبوس في كتاب الجغرافيا. دلوقتي الدنيا بقت سهله، اتتش كلامك في ايميلك وكليك شمال من غير بلكونه وشاي وعيون سهرانه ومشاط كبريت عرقانه وضوافر متاكله، لكن فهمني ازاي هيجاز بالختم الاحمر. الله، حلو قوي. قول لي انت شغال على الكوميديا اللي هي في كتاباتك دايما، طبعا. لو هنمزج ما بين الكوميديا والرومانسيه، عندك حاجه كده في الاشعار يعني؟ هو طبيعي انا يعني غصب عني يعني، حتى لو انا مش قاصد وانا بكتب قصيده ان انا اضحك، بتلاقي فيها دايما مسحه كده بتطلع غصب عني فيها هقوي كده، يعني تحس ان حاجه فيها هقوي، يعني فيها سخريه من نفسي او من الموقف او من الحكايه. ده ظهر في دوانك الاولاني اللي هو في كله عامل حب في الجامعه وكليك شمال وكده، حتى في كلامي العادي انا ساعات لما بتخانق بلاقي ناس واقفه بتتفرج عليا وبتضحك، يعني غصب عني بتلاقي فيه تشبيه. طب طلع انت شايف ان حاجه طلعت لو كده، انت عندك بنت، لكن لو انت قصدك على الكتابه كسيناريو يعني لا اشعار، لا هتلاقي اغلب الحاجات كده يعني. انت عندك بنت فيها حاجات؟ ليلى. ليلى لو جت ليلى قالت لك بقى يا بابا انا حبيت، لا هغير عليها جدا، اغير عليها جدا، بس ده يعني معناها ان هي بني ادم طالعه كويس، ما هو طبيعي لازم. وبعدين انا بحبها حب هبل، هتبقى عامل يعني زي عادل امام كده في عريس من جهه امنيه، انا اهبل منه يعني حاجه، لا يعني حاجه صعبه والله بجد، لكن إن انا اعرف ده معناه ان هي بني ادم ما اتمسختش، قلبها شغال، و يعني حاجه حلوه طبعا وحاجه يعني مهمة. لو جه مثلا الولد اللي هو مثلا بيحب بنتك، جه قال لك انا عامل يا عمو يعني قصيده شعر ايه حلوه ولبنتك وبتاع، برضه هترفض وهتغير وهتقول لا؟ والله لو كاتب قصيده حلوه انا هحطه فوق دماغي، لكن لو ما بيعرفش يكتب وفاهم نفسه بيكتب عليا النعمه ليا حذاء البسه. طب قول لي انت شايف ان في مقوله كده بتقول السنجله تاج على راس السناجل، ايه ماشي، ايه رايك فيها؟ في ايه رايي في ده؟ والله بما ان النهارده الفالنتاين وبما اني متجوز فلا يمكن اوافق على كلمه زي دي، علشان يعني هتزعل مني في يوم زي ده وانا ما اقدرش على زعلك يا سموره، ما اقدرش. طيب لكن هي السنجله عموما يعني انا صحابي اللي لسه ما اتجوزوش لحد دلوقتي انا مش بنادلهم باسمهم العادي، يعني اقول له يا محمد يا رضا عادي، لا البرنس محمد رضا، البرنس ازيك يا برنس، اهلا يا برنس، اعقل واحد في العالم، اعقل كده يعني لازم نحترمهم. طيب نروح لتقرير للبنات والسناجل وهم بيقولوا هم عايزين يختاروا الهديه نوعها ايه، دباديب ورد ولا ادينا حقنا ناشف. نروح نشوف التقرير. النهارده في فقرتنا هنقدم حاجه جديده خالص في الفالنتاين داي من غير ما تكلفني اي حاجه عشان عيد الحب، ازاي من شويه كراكيب بسيطه جدا هنقدم جفت لذيذ جدا للي انا بحبه او لصاحبتي او لمامتي ايا كان. دلوقتي هنشوف لو هنجيب معانا الماتيريالز اللي هنستخدمها، قصائص شجر او شجر دبلان عندي، هنجيب لو كان جاي جرب او بوكيه ورد وفي فوم، الفوم ده مرموش خليه، هنجيب مقص، هنجيب سبراي اللون اللي انا عايزاه، هنجيب فوم جليتر وهنقصه على شكل هارتس او قلوب، هنجيب برضو لو كان لي جالي جفت وانا ما استخدمتش التول بتاعها خليه معايا، وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي مع بعض.
اسيبها تنشف، هي بتاخد 5 مينتس من 5 دقائق ل 10 دقائق عشان تنشف. في خلال الوقت ده بجهز الفوم اللي عندي اللي كان جاي لي فيه الجرب القديم، ببتدي اجيب التون ببتدي اثبتها بالشكل ده كده وابتدي الف عليها التون وامسكه بيها بالشكل ده ببتدي اجيب لو عندي ريبون او شريط، اي شريط اللزق اللي انا احبه، ببتدي اجيب مسدس الشبك وابتدي ان انا اطعم الشجرة بتاعتي بالهارت كلها. بجيب عصيان الشيش تاووك وابتدي احط فيه المارشميلو وابتدي احطها كده اهو. ممكن اجيب كاندس تانية، ممكن اجيب شوكولات واحطها برضو. حاجة كمان ممكن اعمل بيها جفت حلوة جدا، لو عندي كرتون اللي بيجي فيه مثلا الاطباق فيه، او لو عندي طقم اطباق فبيجي فيه كرتون، طبعا انتوا طبعا شايفين دي حاجه وحشه قوي ويوزلس، لا احنا هنعمل بيها حاجه حلوه جدا في فالنتاين. هنبتدي برده نجيب اللون الاحمر اللي هو التين بتاعنا، وهنبتدي برده باتجاه الفرشه ناحيه واحده، وهبتدي ان انا ادهن الكرتون ده كله لونه ريد بالشكل ده، واسيبها تنشف خالص، وابتدي ان انا الزق الماربل دي من على الوش بعد ما اللون ينشف خالص. هحط الاول الغيره وابتدي احط المرايه بالشكل ده كده جوه البوكس بتاعي. زي ما اتفقنا هنبتدي نحط الماربل بالشكل ده اوكي، لحد بنبقى عملنا كلها دايره دايره في الماربل. انا حطيت شويه فلاورز جوه عشان انا مش هستخدمها زي ما تكون مرايه، انا هستخدمها انها سنتر بيس واحطها، وممكن نعمل عشاء حلوه قوي في البيت وحاجه جديده انها سنتر بيس في الفالنتاين دي، ونحط هنا كاندلز مثلا ونحطها بالشكل ده، الزقها بدبل فيس او اخليها كده، وفي الوقت ده هيبقى مثلا عشاء حلو جدا في الفالنتاين دي. عملت ديكور جديد لمطبخي او لسفرتي اللي انا هتعشى فيها في البيت في الفالنتاين دي. طبعا يعني تقرير جميل بيبين ازاي ان ممكن احنا ممكن نعمل هدية لطيفة في البيت بأقل الامكانيات، مش لازم انها تكون حاجة غالية تنزل تشتريها، لان الهدية في قيمتها مش في الفلوس اللي انت بتجيبها. نرجع تاني لعادل. عادل عايزين نسمع منك بقى قصيدة حلوة كده لعيد الحب بقى. لعيد الحب تحديدا يعني حاجة يعني للحب او للعشاء. طب نروح لنجلاء الاول نسمعها. نجلاء صباح الخير. صباح النور، ازيك يا داليا؟ ازيك يا نجلاء؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبي فالنتاين داي. انت سنجل؟ انا سنجل الحمد لله. الحمد لله، ايوه زي ما قلت لك كده، بص في المرايه وانا على الحب لسه صغيره، ما تتضايقيش ابدا. بالظبط كده. قولي لي احساسك ايه بقى وانت سنجل؟ متضايقه ولا مش فارق معاكي؟ لا مش فارق معايا ومش متضايقه، شايفه ان هي كل هي السبب تيجي في مرحله معينه هاخدها. ها. فعيش حياتي زي ما انا عايزه. عيشي حياتك زي ما انت عايزه. طب انت شايفه ان ممكن تنصحي البنات السناجل اللي متضايقه وشايفه بنت تانية وبصلها كده في الشارع اخ معاها وردايه معاها دبدوبه حمراء، تقولي لها ايه؟ احنا بقى هنعمل حاجه ظريفه النهارده انا واصحابي التانية. هننزل عندنا في المنصوره في مكان ما، هنوزع بلالين وهنوزع ورود على الناس ونقول لهم هابي فالنتاين داي وعيش اليوم حلو. مش لازم يكون بس الموضوع بالنسبه لكبل، لا ممكن بين اي اثنين، ست كبيره راجل كبير بنت صغيره طفل اي حد، المهم يعيش الحب نفسه. صح والله مبادره حلوه، احنا بننصح أيوة كل الشباب. أيوة بلالين وورود بلالين، بس بلالين حقيقيه. بلالين بجد عشان في ناس بتزعل. طبعا احنا يعني بنشكرك على مبادرتك الحلوه دي، فعلا مبادره شباب جمال ان هم ينزلوا ويقولوا هابي فالنتاينز للناس في الشارع، وان الموضوع مش مقتصر على اثنين بس. طبعا بنشكرك يا نجلاء من المنصوره، تابعينا
دايما في نهار جديد. عايزين بقى يا عادل نسمع منك بقى قصيدة حلوة كده. نقفل منطقة السناجل بقى. كنت بقول هتجوز يعني خلاص يا بنات، انا واحد بالنسبة لكم مات. انا اصلا مش تعلب، انا برضو احن، كان لازم يجي اليوم واتعب واهمد واتكن، ما بقاش كالنحلة الرحالة من خن الخن، واتنقل من حالة لحالة، ولو اني اظن ان انتوا اللي هتاخدوا عزايا وتوزعوا بن، وهكون في الذكرى يدوب صفحة هتضحك كن، وتعيشوا يا رب وتفتكروا وتقولوا خلاص التعلب فات هتجوز يعني خلاص يا بنات، انا واحد بالنسبة لكم مات. قصيدة حلوة. عايزين برضو نقول ان قصة الحب مش حب مقتصر على افراد، انت ممكن تحب بلدك، ده بقى اعظم انواع الحب، انك ازاي تحب بلدك، ازاي يعني تشتغل، وازاي تعمل، وازاي يعني تجتهد كده. تحرير سينا الكلام ده، احنا دلوقتي في الفالنتاين. ايوة معروف واحد حب يعني واحد وواحد. سيبك من كلامك، الكلام ده كلام ما ياكلش عيش النهارده. ايوه حبك لبلدك. ده فالنتاين قلوب ورود وبتاع والسناجل، ويشوف اللون الاحمر ما تتضايقش من حكايه انت تشوف احمر 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 احمر. يعني ما تتضايقش من الحكايه ديت، يعني احمر هتستحمر انت كمان، ما تخليك كويس يعني، خليك هيشوف الاحمر ولا تتهز، انت جامد. طب قول لي، شايف ان السنجل اللي هو ارتبط وفشل غير السنجل اللي ما جربش اصلا؟ يعني شايف ان في عملت قصيده عن حاجه كده قبل كده؟ لا ما عملتش قصيده، بس هي يعني بتختلف في ايه؟ هتختلف ان اللي لسه الموضوع مبهم بالنسبه له هيفضل يحلم بيه. لكن لما يخش وها يبتدي عقبال بقى ما يستعيد ولا ممكن تكون التجربه دي كانت مش كويسه واقدر استعيد عافيتي تاني واحب من اول وجديد وبتاع، وممكن يكون الحاجه اللي خدها دي مأثر عليه شويه وضيعت بهاء الموضوع عنده والحكايه، فيبقى ايه، لا يا عم انا كده كافي خير شري وزي الفل، لا تاذيني ولا يعني القلب يحب تنسيري. مره ما يحبش مرتين، ولا انت شايف انه يحب مره والثانيه والثالثه والرابعه؟ لا 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 طبعا، مفيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها كده، لأن هو البني آدم يعني أنت النهاردة يعني داليا النهاردة غير داليا اللي بعد 5 سنين، بني آدم تاني أصلا. صح. فإذا كان اتحسب عليك حب النهاردة، فاللي بعد 5 سنين ده مش الحب التاني، لا ده الحب الأول، لأن أنت إنسانة أصلا مختلفة، واحدة تانية. أنت عملت أغنية لمحمد منير للكينج. قول لي بقى، كلمنا عنها. غنوة بحبها جدا يعني، وحبيتها اكتر لما سمعتها من منير طبعا. يا رمان. يا رمان. جات لك الفكرة ازاي؟ اشمعنى يا رمان؟ ليه اخترت الفاكهة دي بالذات؟ والله هي يعني المسألة، وتقصد ايه بالرمان ومش عارف يعني الحاجات دي. يعني اساسا في غنوة في الفلكلور بتقول الدحرج واجري يا رمان وتعالى اجري يا رمان. محدش وقف حد في اي حنة وسأله تقصد ايه بالرمان حضرتك. ايوه لا انت جات لك الفكره ازاي؟ دايما الشعراء بيجي لهم الالهام. انا كنت متضايق جدا يوم ما كتبت دي، انا كنت متضايق ومكتئب ومش عايز اتحرك من مكاني، فصديق ليا عايز يفكني شويه يعني، بيقول لي ما تيجي طيب نخرج نقعد في اي مكان، ما مش خارج. يقول لي طب ايه رايك ناكل؟ لا ما ناكلش. طب تقول لمراتك ايه النهارده في عيد الحب؟ نعمل مش عارف قولي النهارده تقول لمراتك ايه في عيد الحب؟ هكمل لك يا رمان. لا افاجئك بقى، قول لي كده، عايزه افاجئك، تقول لي مراتك ايه في عيد الحب فجاه؟ هابي فالنتاين يا سموره، هابي فالنتاين. جبت لها هديه؟ لا لسه بقى، لسه احنا في اوله اليوم على الصبح. هتجيب لها ايه طيب؟ يلا مفاجاه بقى، تحرقيش المفاجاه. ما نحرقش المفاجاه. اكمل يا رمان؟ عايزين نسمع منك قصيده حلوه. اكمل الموضوع يا رمان؟ نسمع قصيده ونرجع يا رمان. نسمع قصيده. طيب. انا اسفه جدا. سو سوري، الله عليكي رقيقه وانت بتهجري. انا اسفه جدا. سو سوري، الله عليكي رقيقه وانت بتهجري. ده انا كنت مستني انهياري وحرقتي وقت الفراق، ما حصلش ليه؟ وعد عادي كاني سايب بنسيون من غير وداع، حاجتي معايا في شنطتي مش ناقصه حاجه ولا حاجه زايده في شنطتي. كان نفسي اعيط واتقهر وامشي في شوارع وحدتي بالليل وهيم، ما حصلش ليه؟ ما بقتش احس، بقيت بهيم.
ولا عشان بقالي مدة في الحاجات دي بقيت قديم وخلاص مفيش بعد اللي كان حاجات جديدة؟ طب حتى كنت طلعت بكتابة قصيدة، أنا كنت ليه عايش معاها كل ده؟ وكنت حاسس كل حاجة زي ما قال الكتاب، شوق ولهفة اتلهفنا واتخانقنا واتصالحنا واتفقنا واختلفنا، والشتاء عدت علينا في الشوارع والسماء كانت لحفنا، وترعبنا بجد لما باباها شافنا، غير كمان التليفونات، الكلام كان بالساعات، واسألوا كل الكباين على النواصي وفي الحارات، ليه عشانها مسحت أرقام البنات؟ ليه عملت لهم بلوك على الماسنجر من سكات؟ باختصار كل تفصيلة مشاعر عشنا فيها، كان بيتهيألي لو يوم افترقنا هطب فيها، ما حصلش ليه؟ لما يجي في يوم تقول لي سو سوري ابتسم عادي كده؟ لا بجد اي وري اي وري. بنشكرك الشاعر والسيناريست عادل سلامه، وكل سنه وانت طيب. أنا عايز اقول حاجه بس، وصباح الخير، حاجه بسيطه بس في الاخر. السوشيال ميديا ساعات بتقوم منوره على شخصيات كده، الشخصيات دي يعني واحد كان مسرب له مكالمه غريبه كده، اهي بقى حبيبتي اهي بقى فاكراها ده، مطلعينه اليومين دول بيدي نصايح في الفالنتاين على السوشيال ميديا، انا بقيت مستعجب. يعني يا جماعه الحب ما هوش اهبه والترلوب يا هبه اهبه اهبه حب، يعني مش كده، مش يعني الحكايه مش كده. خليكوا لطف، ولما تحبوا حبوا قوي، ولما تفترقوا افترقوا من غير مشاكل، وبلاش حروب ومعارك وحاجات كده، واحتفظوا في ذكرياتكم بالحاجات الحلوه بس، والحاجات اللي مش تمام حاولوا تنسوها، لان بعد ما بيعدي فتره انت اي حد عدى في حياتك بيضيف لرصيدك الانساني، وبتفتكره اكيد بالخير لانه اثر في شخصيتك، حتى لو انت كنت فاكر ان هو وجعك في يوم من الايام، لكن دي حاجه بتقويك لبعد كده. وكل عيد حب وانتم طيبين. وانت طيب. بنشكر شاعر وسيناريست وضيفنا النهارده في عيد الحب عادل سلامه. انتظرونا بعد الفاصل وخالد عليش، انتظرونا. لسه نهارنا جديد على النهار وان والنهار اليوم. لكل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي تقدر تتابعني على طول على هاشتاج نهار جديد. كل سنة وكل مشاهدي النهار وان والنهار اليوم، وكل الناس اللي بتشوفنا كده صباحكم زي الفل، وهابي فالنتاين وعيد جميل لكل الناس، والفرق ما بين الفالنتاين وعيد الحب، المهم الناس تبقى مبسوطة وصباحها يبقى زي الفل. الحب في العلاقات عامل زي الطريق السريع، ياخدك كده بسرعة من حياة العزوبية للارتباط رسمي، الارتباط الرسمي بقى، وهوب جواز، تفضل مكمل في الطريق ده. لكن الطريق السريع عندنا بيكون فيه بلعات ونقر وضحاضير، لو ما خدتش بالك منها غالبا الموضوع هيقلب بغم. خلينا نتكلم شوية عن البلعات اللي موجودة في طريق الحب، والحاجات اللي بتموت الحب، والحاجات اللي يعني اللي ممكن تموته في المستقبل كمان. هقول لكم على شوية حاجات كده، بس خلونا الأول كده نبدأ بأغنية، نحاول إن احنا كده إيه نبسط نفسينا وكل الناس تتبسط. يلا بينا، كل سنة وكل مشاهدي النهار وان والنهار اليوم طيبين، اتبسط، النهارده عيد الحب، يلا بينا. يعني أغنية جميلة جدا ممكن نبتدي بيها كده صباحنا ونهارنا الجديد على نهار وان والنهار اليوم. الاغنيه بتقول لكل عاشق وطن. في اغاني تانية ممكن اللي هي هاتي بوسه يا بت هاتي حته يا بت، وفي فرتكه فرتكه على الطبله وسكسكه، كل واحد بيعبر عن طريقه حبه بطريقته، المهم ان انت هتبقى مبسوط وصباحك كده زي الفل. نرجع تاني للبلعات اللي بتواجه الحب. اول حاجه ممكن تموت الحب هي الكذب، لان الكذب بيقتل الثقه والاحساس بالامان، ودول بقى يعني الحب قايم عليهم اصلا. وموضوع الكدبه البيضة ودي كدبه سودة ده حوار بقى فاكس، سيبك منه، الكدب هو كدب. يعني مثلا لو طرف بيخبي حاجه عن الطرف التاني علشان ما يضايقهوش، يوم ما هيكتشفها لوحده هيضايق اكتر. نخش بقى في حوار، طب انت ما قلتليش ليه؟ هو اللي على الموبايل ده مش ابن خالتك؟ وما قلتليش ليه ان انت كنت مرتبط قبل كده بصافي قبل ما تتجوز؟ وانتي بتخدعيني وبتحوري وبتلوكلوك كتير في حوار ملوش لازمة. فينتهي الكلام ده بعد كده، لو حقيقي هيتشك فيك، ولو عرف ان هو كده
لبست يا معلم. في دراسه بتقول ان اكبر سبب للانفصال هو الكذب بنسبه حوالي تقريبا 40%. الكذب ممكن يؤدي كمان للخيانه ويسمح للعب بالديل، وكل واحد ممكن يلعب بديله. مفيش واحده بتحب فممكن تتخيل ان حبيبها يكذب عليها، او لو مثلا في اسم معين لجل مثلا بيحطه في شعره فهي مش هتتخيل ان الاسم ده ممكن يكون واحده هو بيحبها. لو واحد بيحس ان حبيبته تكذب عليه او بيديها الفرصه ان هي تكذب عليه فهي ما بيقولهاش مثلا عايزين ناكل محشي كرومب، هي هتضرب الحله لوحدها كده كل اسبوع. الكلام هتلاقيه ملخبط في بعضه ومحدش فاهم يعني هنقول ايه، بس الخلاصه كلها ان فعلا انت لازم تخلي بالك من الكذب، لان الكذب ده حاجه مهمه. بالنسبه للناس والرجاله اللي بيغيروا اسامي الحد اللي يعرفه على الموبايل باسم راجل، يعني مثلا لو هو يعرف صافي هتلاقيها على الموبايل مثلا اسمها سمير، وبعدين لازم يعلمهم بحاجه، هتلاقيه مثلا اسمه يعني لو هي صافي مثلا ممكن يسميها سمير مراجيح، فتيجي مراته تشوف تقول لها ايه سمير مراجيح، تقول لها لا يا حبيبتي احنا لما كنا في الملاهي انا اتعرفت على شخص وهو راجل لطيف جدا وكان عايز مني خدمه فانا رحت سجلته على الموبايل سمير مراجيح. فلو لقيت سمير مراجيح على الموبايل او لقيتي سمير مراجيح على الموبايل اعرف ان دي او اعرفي ان دي مش سمير مراجيح، ده حد تاني خالص. خلينا كده ناخد اغنيه، بس قبل الاغنيه عايزين نصبح على كل الناس اللي على هاشتاج نهار جديد اللي هم مش كتير بالمناسبه، فعايزين كل الناس تكتب على هاشتاج نهار جديد. عايزين نصبح على ايه حسين واحمد مجدي ومحمد صالح، صباحكم زي الفل ونهاركم جديد. اغنيه كمان لكل الناس اللي معانا في نهار جديد، فرفش نهارك جديد، النهارده عيد الحب، حب انت كمان يلا. البنات والولاد اللي لسه ما اتجوزوش لما بيتفرجوا على الاغاني دي بيفتكروا ان هم ده شكلهم بعد الجواز خالص، مش هو ده شكلك بعد الجواز، لان انت بتبقى فاكر ان انت بتبقى قاعد وهي بتحاول تفليلك دماغك من الامل، وهي بتبقى قاعده وانت بتحاول تفك لها التوكه وهي قاعده بتطبخ وتحاول ان انت تخضها من ظهرها والكلام ده، الكلام ده ما بيحصلش، في حاجات تانية خالص بتحصل. انتوا اول ما بتتجوزوا بتبقى العلاقه بتبوظ، وهو ده اللي احنا بنتكلم عنه، البلاعات اللي بتقعوا فيها علشان الحب يبوظ. تابعوني على هاشتاج نهار جديد، والارقام اللي موجوده قدامكم دلوقتي هناخد تليفونين ثلاثه كده على الاقل في الشويه اللي احنا مكملين فيهم، بس خلينا نطلع فاصل قصير جدا ونرجع تاني. نهارنا جديد على النهار اليوم والنهار 1، الناس اللي لسه مكمله معانا نهارنا جديد على النهار 1 والنهار اليوم والابتسامه والصباح الجميل وكل الناس كده اللي بتصبح علينا على هاشتاج نهار جديد. محمود الشرقاوي صباح الفل، محمد محسن صباح الفل، اسلام مهران صباح الفل، في كمان احمد مجدي صباح الخير، رياض، ايه، كل دول بيصبحوا علينا. على الاس ام اس بقى اللي موجوده قدامكم دلوقتي على الشاشه، في حد يقول لنا صباح الفل لكل مصر، صباح الحب لزوجتي سكره واولادي ايهاب وريفانا ودعوض المنياوي، صباح الفل يا منياوي. في كمان انا جبت لمراتي سلسله ب 12000 جنيه وبتقول لي ما شفتش حاجه اعمل فيها ايه؟ طلقها وش. 12000 جنيه تجيب لها سلسله ب 12000 جنيه، ليه سلسله ايه دي؟ دي لو سلسله حديد جنزير مش هتبقى ب 12000 جنيه، يا عم ربنا يخليكم لبعض. في كمان هابي فالنتاين، بسلم على حوده جوزي وبحبك قوي، كل سنه وانت طيب، دي مي. تقدروا تبعتوا لنا على رقم الاس ام اس اللي موجود وكمان على هاشتاج نهار جديد. تاني نقطه من الحاجات اللي ممكن تقتل الحب هي الاسئله بقى الكتيره اللي ملهاش اي لازمه. الراجل بيحس ساعتها كده بشويه تفاصيل ملهاش اي لازمه ان انت تقعد تساله، مفيش اي لازمه للاسئله دي. قبل ما نكمل خلينا نشوف كده رباب من المنصوره. ازيك يا رباب؟ ازيك يا خالد؟ صباح الفل. صباح الفل، كل سنه وانت طيبه وابتسامه لطيفه وكده يوم يبقى لطيف عليكي كده ان شاء الله. يا رب كل الايام تبقى بخير يا رب على الناس كلها. يا رب يا رب. قولي لي قبل ما اسالك على اي حاجه، ايه الفرق بين الفالنتاين وعيد الحب؟ هو اولا ما في، انا ما بعترفش ان حاجه اسمها عيد حب، كل يوم علينا في حاجه حلوه في حياتنا بيبقى على 100 على 100 100 100 دي حقيقه بجد. ويعني انا مش هكون بحب واحد يبقى انا النهارده بس هقول له انا بحبك، انا بحبه كل يوم. صح صح، مش النهارده بس اللي لازم اعبر له عن حب، لا كل يوم. مظبوط. وخلي بالك بقى هتفرق قوي لو انا جيت النهارده قلت له انا بحبك وبقيت الايام اتخانقت معاه، هتبقى وحشه قوي. اللي هو انت بتستغلي المناسبه بقى علشان تبان قدام الناس وكده يعني. وبتخليه هو اللي يجيب لك. كل الناس طيبه، كل سنه وانت طيبه. برضو ما قلتليش الفرق بين الفالنتاين وعيد الحب.
والله انا بما اني ما بعترفش بيهم فما بقتنعش بيهم فما اعرفش الفرق بينهم. طيب انا هقول لك كمان شويه. صباحك زي الفل. صباح الفل عليك يا رباب. الفالنتاين طبعا هو الفالنتاين اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول مع اسماء وداليا. عيد الحب اللي هو عيد الحب يعتبر المصري، النهارده ما يعتبرش عيد الحب، عشان كده بيقول لك هابي فالنتاين، يعني حتى يعني بيسموه عيد الحب العالمي. عيد الحب المصري اللي عمله الكاتب مصطفى امين سنه 74 تقريبا بعد ما خرج من السجن، كان ماشي في السيده زينب فلقى جنازه وماشي فيها ثلاثه، فبدأ يتساءل هو ليه الناس ما عندهاش حب ومودة وبتسأل على بعضها، فعمل مبادرة بقى من خلال الجنازة اللي هو شافها دي، وبدأ ان هو يعمل عيد الحب المصري اللي هو تقريبا يوم 4/11، هو ده عيد الحب المصري. قبل عيد الحب المصري احنا نزلنا الشارع بنفسينا علشان نتكلم مع الناس ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، والناس ظريفة جدا في الشارع. ما تنساش كاميرا النهار اليوم والنهار وان هتبقى موجودة يعني قريب منك جدا في أي لحظة. خلينا نشوف كده التقرير اللي احنا سجلناه ونشوف الناس قالت ايه عن الفالنتاين. كل سنة طيبين. احلى حاجه في الحب ان انت تلاقي حد مهتم بيك، يعني بيخفف عنك همومك، يشيل عنك اعباء الحياه. يا حبيبتي، ربع رومي واتنين جنيه فينو وكيلو لبن نصين. حاضر. وزي ما هو بيشيل همومك انت كمان لازم تشيل همومه. يا دي النيله. ايوه كيس الزباله انا شلته، والسجاده نشرتها على سور البلكونه. لا ما انا هاخده فمين لما اجي ان شاء الله. مع السلامه. واكتر حد بيصعب عليا هم السناجل، قد ايه متبهدلين كده وكلهم عايشين على شعارات السنجله جنتله والارتباط احباط، انا سنجل ومحدش قدي. ومشكله السنجله في مصر بتيجي من دايره كده ما بنطلعش منها، ان البنت المحترمه بتدور على الولد المحترم، والولد المحترم بيدور على البنت الروشة، والبنت الروشة بتدور على الولد الصايع، والولد الصايع بيدور على البنت المحترمة، وتفضل الدايرة تلف لغاية لما ما نلاقيش أي حد بيرتبط في الآخر. طب أنت بقى بتحب حد؟ يعني ممكن تقول لحد كده هابي فالنتاين؟ يعني ممكن تخد حد وتكلمه في التليفون وتقول له كل سنة وأنت طيب، النهاردة الفالنتاين؟ وهو ده اللي هنعمله دلوقتي. يلا بينا. عملوا عيد للسناجل تفتكر يبقى اسمه ايه؟ عيد السناجل يعني ممكن مثلا نسميه وحدي لكن ونسن وماشي كده. يا عالمي يا نجم العالم. ليه ما نعملش عيد للسناجل زي ما مثلا نعمل عيد للاب زي عيد الام؟ المفروض نعمل عيد للسناجل عشان احنا يعني لينا وضع في المجتمع. احتفلت بالفالنتاين السنه اللي فاتت؟ ان شاء الله. احتفلت بيه كم مره؟ يطلع كتير. هو بحس ان انا مبسوط وراجل مبسوط في الدنيا. انت متجوز؟ نعم صاحب. بس اللي بيتجوز بينتهي مع الفالنتاين. الفالنتاين تبقى القصه انتهت. طب ليه يعني؟ انت خلاص هتعمل ايه تاني؟ طب ليه عيد الحب السنه دي؟ لا مفيش عيد حب، عيد كراهيه. مفيش حد بيحب بعض المفروض اللي انا اعرفه. ليه كده؟ والله انا اجي رساله لمراتي اقول لها كل سنه طيبه. تحب تكلمها تقول لها كل سنه طيبه احنا مع بعض كده؟ للاسف لسه سايبها مش هلحق اكلمها. في بس الناس عايزه تكلمك على السبيكر، بس مصر كلها عايزه تكلمك على السبيكر. افتح السبيكر. افتح السبيكر. قول لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه الفالنتاين. انت اللي بتقول. الو سامعني؟ سامعيني. كل سنه وانت طيبه بمناسبه الفالنتاين. قول لها هتجيبي لي ايه السنه دي؟ هتجيبي لي ايه السنه دي؟ هي جابت لي عطيتك. جابت لك ايه؟ جابت لي بنطلون وتيشيرت حلو قوي. هتقول لي مين كل سنه وانت طيب؟ اقول لمراتي. تحب تكلمها واحنا مع بعض كده؟ اقول لها ايه؟ اقول لها كلمها على التليفون. كلمها على التليفون. هتجيبي لي هديه ايه عشان خالد سامع؟ مش عايزه منك حاجه. جبت هديه لجوزك مثلا في الفالنتاين السنه اللي فاتت؟ ايوه. جبت له ايه؟ جبت له ازازه برفانات وترنج. ازازه برفانات وكريم؟ وترنج. طب هو جاب لك ايه؟ جاب لي اللي جابوا له. ما تنفعش تقولي.
احلى حاجه والله ان انت فعلا تكون كده مبسوط وبتقول لحد كل سنه وانت طيب. ولو انت ما عندكش حد تقول له كل سنه وانت طيب فكلمني دلوقتي قول لي كل سنه وانا طيب، ايه المشكله؟ قبل ما نكمل كلام معانا احمد، ازيك يا احمد؟ اهلا، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ صباح الفل. شرم الشيخ عامله ايه؟ شرم الشيخ حر نار. طب ما تيجي نعمل عيد كده للسناجل كده زي ما بنعمل للفالنتاين، الناس عايزه تتبسط برضه. لا يا عم هي ناقصه غرامه، يعني غرامه في الفالنتاين ولما نبقى سنجل كمان نتغرم هدايا. هنتغرم على طول. انت كنت بتتكلم من شويه عن الحاجات اللي بتقتل الحب وقلت نقطه عظيمه جدا. قول لي. اللي هي الاسئله. الاسئله كتير. قول. داخل من البيت مرتاح مذاكي زي الفل، هوب التليفون، كنت فين؟ مع اصحابي. بتعمل ايه؟ قاعدين بنتكلم. بتتكلموا في ايه؟ يعني بنهس في اي كلام فارغ. طب قلت يعني ايه الكلام الفارغ يعني؟ بالظبط يعني اللي هو فجاه الاقي نفسي قدام نيابه امن الدوله طوارئ. انت عارف يا احمد في حركه كده الستات بيحبوا يعملوها، وخصوصا تخيل معايا المشهد كده، ان لو هي قابلتك انت بتبقى سايق عربيتك وعادي جدا ما عندكش اي مشكله، وهي بتبقى راكبه جنبك تلاقيها فجاه بوزت عملت كده. ايوه الناكب الغير مبرر ده. فتقول لها مالك؟ مفيش يا بنتي مالك؟ مفيش. ايوه مالك. بص هو مفيش. بص يا رابع مره والله شوف انت عملت ايه. فانت لا يا دي رابع مره، رابع مره انت وقعت يعني في حاجه لطيفه. هي بص نص ساعه مالك، نص ساعه مفيش، نص ساعه لو ما تعرفش لوحدك يبقى انت ما بتحبنيش. انت عملت ايه؟ بص في ثلاث ساعات كده هم عباره عن مجرد انت بتلف في دايره مفرغه مش فاهم ايه اللي حصل، بعدين تكتشف ان انت ما قلتلهاش واو لون المونيكير بتاعك حلو قوي. او لون الاي لاينر هينطق من عينيك. بالظبط يعني اللي هو اي كذب في اي حته يعني. انت كراجل اساسا ما بتركزش في التفاصيل دي، انت بتركز في حاجات اعمق يعني، انت رايح في حته ابعد شويتين. كل سنه وانت طيب يا احمد، ويعني صباحك زي الفل وهابي فالنتاين. واضح ان انت مش متجوز بس ان شاء الله السنه الجايه تقول لحد كل سنه وهو طيب. صباح الفل عليك. نرجع تاني للاسئله الكتيره اللي ملهاش اي لازمه. الراجل بيحس ساعتها كده وهو بيسال بان هو في حاجه غلط، في حاجه هو مش فاهمها. ودي الاسئله اللي بتقتل فعلا الحب. عايزين ناخد تليفونات تاني على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامنا، كمان رقم الاس ام اس زي ما احنا اتفقنا، وما تنساش هاشتاج نهار جديد. خلينا نبص على هاشتاج احمد مجدي صباح الفل. في كمان هشام محسن، يا ريت زي ما قلت عن ان الكذب بيدمر العلاقات تتكلم برضو عن التجاهل. فعلا لو انت تجاهلت زي ما كان بيقول كده، هي مجاملات دي ممكن تكون مجاملات ظريفه جدا ولطيفه جدا وانت بتستقل بيها، بس هي حاجه مهمه. يعني انت لو صحيت الصبح كده قلت لمراتك الله انت اللبس اللي انت لابساه ده لطيف، الله وشك ظريف جدا، الله اللي عينيكي وانت صاحيه فيها عماص لطيف، الحاجات دي بتفرق معاها جدا برغم ان هي عارفه ان هو عماص ومش لطيف، بس هي بتصدق لبعض اللحظات. خلينا نشوف المرور كده ونرجع تاني. احمد عبد العال معانا من الاداره العامه للمرور. احمد عبد الرازق، ازيك يا احمد؟ صباح الفل. استاذنك يا فندم ممكن تفضل معايا؟ اتفضل يا عبد الرازق. يعني نهارك جميل، نهار سعيد علينا وعلى كل المصريين يا رب، وعيد حب سعيد علينا وعلى كل مشاهدي تلفزيون النهار. مهم جدا انه اي حد اي هو لسه سامع. مهم جدا انه اي حد دلوقتي بيحضر نفسه علشان ينزل يروح شغله او عنده مشوار مهم جدا رايحه، يسمع كويس قوي الكلام اللي هيقوله لنا النقيب محمد عبد الحاكم دلوقتي، عفوا النقيب مصطفى عبد الحاكم دلوقتي، علشان يقرر اما انه ينزل بدري شويه او يدور على الطرق البديله او انه يقعد براحته ويفطر وينزل زي ما بينزل كل يوم. النقيب مصطفى عبد الحاكم صباح الخير. صباح النور يا فندم، وصباح الاسرة، صباح الخير على اسره البرنامج، وصباح الخير على جميع المشاهدين يا فندم. اخبار المرور وشوارع مصر النهارده ايه؟ ان شاء الله بنطمن الساده المواطنين والساده المشاهدين ان هدوء الحال الحمد لله، هدوء واستقرار في الحاله الجويه والحاله المروريه على كافه الطرق وكافه المحاور القادم متجه للمقاهره. وبنطمن اولياء الامور بالنسبه لطلبه المدارس والجامعات بدء الفصل الدراسي الثاني، الحمد لله هدوء واستقرار وتم تصفير وسحب جميع الكثافات. وبنطمن برضه الساده المشاهدين ان الساده الضباط وجميع الافراد قوه الاداره منتشره على كافه الطرق، وبنطمن والحمد لله هدوء الحاله تمام من عدم اي حوادث، من عدم اي طرق بديله، هدوء واستقرار في كافه الطرق الحمد لله. عندنا اي حوادث اي تكتلات في اي اماكن يعني محتاجين ان احنا نعرفها عشان نعرف اذا كان محتاجين نعرف طرق بديله ولا لا؟
نحمد ربنا الحمد لله يا فندم، نحمد ربنا الحمد لله من عدم اي حوادث، هدوء واستقرار في كافه الطرق في كافه المحاور، من عدم اي طرق يا فندم، وانتهاء جميع الكثافات الصباحيه الحمد لله. يعني الاهالي اطمنوا على اولادهم النهارده وهم راجعين من المدارس في استئناف الدراسه في اول يوم ان شاء الله يا فندم، نطمنهم تمام ان شاء الله. وكافه الساده الضباط الاداره والقوات كلها منتشره على كافه الطرق وكافه المحاور ان شاء الله العمل لازم، ونطمنهم ان شاء الله باذن الله. نقيب مصطفى عبد الحاكم اشكرك على هذا اللقاء، يعني زي ما سمعنا خالد الحاله المروريه مستقره وافراد المرور منتشرين في كل الاماكن والاماكن الحيويه علشان نطمن على اولادنا وهم راجعين النهارده من المدارس في اول يوم دراسه في الفصل الدراسي الثاني. اتفضل خالد. شكرا احمد عبد الرازق من الاداره العامه للمرور، وان شاء الله كده الطريق النهارده يبقى زي الفل. عايز ارجع تاني بس سريعا استغل الوقت والاسئله الكتيره اللي انا كنت بقولها اللي ملهاش لازمه. الراجل بيحس ساعتها ان هو مرتبط بمخبر خاص ليه، هو ناقص بس يقول له وريني بطاقتك، وده بيحصل في ناس بقى بتبقى مرتبطه بناس اول مره تشوفها، تلاقي بقى هسه اسئله داخل عليه، انت كنت فين مع مين بتعمل ايه وليه وازاي، ما تقوليش اخر مره استحميت امتى، وفي كم مره في كم بقسماطايه في الثلاجه، طب انت اكلت كم طماطمايه، وتبتدي بقى تتحول العلاقه بقدره قادر عن علاقه من علاقه حب لعلاقه وكيل نيابه بمتهم قفشه بيسرق حبل غسيل. شويه العلاقه بعديها بتبوظ بتتعقد ويموت بعد كده الحب، وهي دي من الحاجات اللي بتموت الحب. الاسئله بتموت الحب، وكتير من الناس بينفصلوا بسبب التحقيق، ما تساليهوش، هو لو مش عايز يقولك مش هيقولك. في حاجات كده هو بيبقى ممكن يكذب عليك، اللي هي الكذبه البيضة اللي احنا بنقول ما تكذبش برضه، يعني خليك صريح في نفس الوقت وانت ما تساليهوش كتير، هو لما انت ما تساليهوش هو هيكبر دماغه هتلاقيه قال على طول. تالت نقطه، ما حدش فينا بيبيع نفسه للتاني، الحب مش عقد ملكيه بين اتنين مالك ومشتري، الحب هو علاقه بين اتنين بيكملوا بعض، يعني التملك بالشكل الاوفر ده مرفوض جدا، اللي هو انت كانك ملكتيه وهو كانه ملكك، اللي هو انت بتاعتي تردي عليا دلوقتي، اما وقت ما اكلمك تردي، وانت برضو زي ما هي بتعمل معايا، اللي هو انا بكلمك رد، سيب اللي في ايدك ميتنج على نفسك، انا مالي رد عليا، ومش كراسي كده في حياه بعض، كل واحد ليه حياته الخاصه عايشها بعيد عن التاني، وعلاقتك بالناس والشغل واستاذ صبري اللي هو لسه لاسعك يومين خصم في الشغل، اكيد حبيبتك مالهاش دخل فيها، يعني ما تحاولش ان انت علشان مديرك ضايقك فانت تروح مروح البيت مبهدل الدنيا خالص ومش طايقها وهكذا، انت لو عندك مشكله ما تبوظيش الدنيا برضو وتحاول ان انت تضايقيه. صحابك القريبين بقى نونا وميمي والكلام ده كله مش شرط يكونوا اصدقاء حبيبتك في العلاقه، بيبقى في جزء تاني بتعيشه لوحدك، مش شرط طرف يزنق الطرف التاني فيه الا لو هو بيحب يتزنق، دي حاجه تانيه بقى الموضوع تاني. طيب رابع حاجه وهو اخطر واشرس سبب ممكن يخلص على الحب، ومش بيخلص على الحب وبس، لا ده كمان بيخلص على اي نوع مشاعر في العالم، اي علاقه في العالم. السبب المرعب ده اللي هو بقول لكم ايه. طيب احنا سالنا الناس فعلا وقالوا لنا ايه هي الحاجات اللي ممكن تضايقهم. اقول لك على حاجه ممكن تموت الحب، حاول ان انت كده ايه تبص للي قدامك وتبقى مبسوط وسعيد ولطيف وكل حاجه هتبقى مية مية. اخر اغنيه معانا وبعد كده ده اللي هتكمل معاكم نهاركم جديد، اتبسط نهارك زي الفل يسرى. حب اغنيه حب، ومش ده اللي هتكمل معاك، اسماء اللي هتكمل معاك وبعد كده تقول لك باي باي، نهارك جديد ونشوفك بكره ان شاء الله من 8 ل 11، لسه مكملين لحد الساعه 11 نهارك جديد. اخر اغنيه معانا مية مية. مرايتي قولي لي يا مرايتي حبيبي ما جاش لدلوقتي وفاتني لوحدتي وانتي مرايتي قولي لي يا مرايتي حبيبي ما جاش لدلوقتي وفاتني لوحدتي وانتي ابص لروحي واتصعب على روحي نسيني ليه حبيبي واغلى من روحي نسيني ليه ابص لروحي
روحي واتصاب على روحي نسيني ليه حبيبي وأغلى من روحي نسيني ليه حبيبي انت فين انت حبيبي انت جيت امتى يا اجمل ليلة في عمري حبيبي جاي يا وردة بيضة في شعري حبيبي جاي يا عقد ياقوت على صدري حبيبي جاي وزوق ليلي واتزوق لأجمل وعد وادوب لك في شرباتي شفايف الورد واقول لك دو دو حلاوة القرب بعد البعد بعد البعد هقول لك دو دو حلاوة القرب بعد البعد بعد البعد 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 أنا بستناك بستناك أنا الله 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 مشاهدينا ورجعنا لكم تاني وانا بستناك ولسه مكملين مع الحب الحب ما ينفعش يجي عيد الحب من غير ما يكون فيه اغاني الحب الاغاني اللي كانت بتفكرنا بزمن الفن الجميل اللي احنا دلوقتي شويه يعني بنشوف شويه اغاني كده وكمان احنا علشان هدفنا اصلا في البرنامج ان احنا دايما نقدم المواهب الحلوه دايما نديهم الفرصه دايما نقف جنبهم وندعمهم في كل المجالات قدمنا شفنا فريده كانت عازفه الفلوت اللي كان عندها 8 سنين وكمان يحيى اللي كان بيعزف على الاكسليفون والبيانو اللي كان عنده 12 سنه في الفالنتين بقى احنا معانا صوت شاب مصري جميل يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه ويكمل طريقه محمود يوسف بيدوحر بمعنى كلمه بيدوحر ما بيقاس مصر ان هو يكمل حلمه مصر ان هو يرجع للناس زمن الفن الجميل صح يا محمود صباح الفل عليك صباح الخير وعيد حب عليك ومنورنا الله يخليك تسلم بص عشان برضو نعرف كل اللي بيشوفونا يعني محمود موهبه الغنى المزيكا دراسه ولا موهبه لا انا دراستي بكالوريوس تجاره تمام اجدع ناس الله يخليك ولكن محتك جدا بالمزيكا ومطلع جدا بسمع كل انواع المزيكا والغنى من زمان جدا فانا بديل دراستي ان انا محتك بالمزيكا ان انت بتحتك بالمزيكا لكن انت مش يعني مش في ما درستش اكاديمي لا ان مش انت تدخل تكمل دراسه اكاديميه ولا ناوي يعني تعتمد على الموهبه بتاعتك بس لا اعتمد على الموهبه باذن الله تعتمد على الموهبه عشان الوقت بس ما فيش وقت طب انت ليه بتلعب قديم مع ان يعني الروشنه اليومين دول برضو يعني برضو بيقولوا ايه واكله الجو مع الناس كده يعني شفنا اغاني اللي بيقولوا عليها اغاني المهرجانات يا ساتر يا رب يا ساتر الرب طب بص يا صغمو احنا في الحب اصل دي مش اغاني انت بتعرفي تسمعي مهرجانات في الحب؟ ايه في الحب بسمع مهرجانات يعني تسمعي اغنيه مهرجانات رومانسيه مثلا؟ لا رومانسيه ازاي هتمشي مع المهرجان؟ طيب يبقى طب ما تيجي نشوف كده اصحابنا بس الرومانسيين بيقولوا ايه سريعا كده على على الاس ام اس عشان ما يبقوش زعلانين مننا قول لي هو انت قلت لمين النهارده هابي فالنتاين؟ لوالدتي لوالدتك انت لسه سنجل يا دوب وانت مش متضايق انك سنجل ولا لا 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 بجد عادي عادي يعني صحيح كل حاجه بتيجي في وقتها يعني. والدتك هي اللي انت قلت لها هابي فالنتاين بالظبط انت بتيجي نشوف كده مشاهدينا بيقولوا لنا ايه على الاس ام اس بيقول صباح الحب اجمل صباح على الوجوه المبتسمه رضا طه صباح الفل يا رضا صباح الفل انا ايمي استعدني بحبكم صباح الفل يا رضا صباح الفل انا ايمي استعدني بحبكم قوي وهابي فالنتاين وبقول لجوزي حبيبي احمد بحبك ايمي بتقول لك بحبك يا احمد في واحد بيقول انا عايزه اقول ايه يا رب ماهر حبيبي نوره من المعادي مش عارفه انا بحب نرمين مراتي وبناتي حبيبه وحنين جدا جدا هابي فالنتاين بحبهم موت ده عصام وانا بحبك يا فوزي
ومش عارفه مين عيد حب سعيد. هي بتحبك يا فوزي. طيب انت ابتديت النهارده عيد الحب عيدت على مامتك. مين ممكن تاني النهارده تحس ان انت محتاج تقضي عيد الحب معاه؟ مفيش والله. مفيش؟ لا. طب احساس بقى الشباب اللي بيبقوا كمان عندهم يعني انت فنان عندك مشاعر وعندك احساس عالي فبيبقى بقى احساس الشباب ايه ولا الولاد ما بيفرقش معاهم زي لا والله بيفرق لو بيحب بجد بيبقى فارق معاه الموضوع جدا. يعني مش ما, ما, ما يعني عادي لو في حب بيفرق جدا معاه بيبقى مبسوط بيبقى منطلق اكتر مش محبط بيعوض برضه بس يكون بجد بس. طيب قول لي بقى لو احنا نحب نبدا دلوقتي بحاجه تانية نغني بيها هنغني بايه؟ اغني لك حاجه جديده فيها غنى برضو فيها غنى جديده وفيها غنى جديده وفيها غنى طبعا نسمع الجديده اللي فيها غنى مغرم دي كلمات والحان استاذ مروان خوري مروان خوري نسمع مروان خوري انت اللي حبيته وانت اللي ناديته من بين الناس وانا دوبت خلاص وانت بتهواني وفي يوم تنساني ولا دقت معاك طعم الاحساس واه يا زمان يا زماني العين والليل والاه يا زمان يا زماني العين والليل والاه الصبر جميل قالوا في المواويل والقلب يا دوب يا دوب يرتاح ليل يا شوق ما الصبر صباح قادر تنساني طيب انساني صعب انا انساك وانا روحي معاك وافضل انا داري حيرتي ومراري وانت ولا داري يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا لا لا ويا لا لا يا ليل يا عين ليلي ليلي يا عيني يا ليل يا ليل مغرم مغرم انا بيك على طول وانا صابر وصبري فوايا دليل الله 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 على المغرمين واهل الحب والعاشقين قولوا لنا دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك او على الاس ام اس ايه اكتر اغنيه تحب تسمعها في عيد الحب ساعات ممكن حد يبقى يعني مزقطط ومنعمش وبيحب ومشاعره جامده فهيسمع اغنيه وممكن حد يسمع اغنيه حزينه شويه عموما ابعتوا لنا خليني اخد ايه من المحله ايه صباح الفل يا ايه صباح النور عليكي صباح الفل عليكي وهابي فالنتين يا ايه هابي فالنتين عليكي وعلى الضيف اللي معاكي محمود صوتك جميل بحب اصبح على محمد عباس نجم ستار اكاديمي تحيه كبيره لمحمد عباس صباح الفل يا محمد وهايدي ودينا ومحمد سعد احب اشوفهم معاكم واحب اقول لكل اللي بيحب عيد حب سعيد عليك وعليهم وعيد حب سعيد على خالد وعيد حب سعيد على جوزي محمد وعلى بناتي نوراي وسما تحيه كبيره لمحمد ومين مين تاني بناتي نوراي وسما نوراي وسما اه انتوا طيبين نوراي وسما ايه ده إيه انا ما سمعتش اسم نوراي ده خالص قبل كده ايه اسم جميل يعني ربنا يخليكي امال انت منورانا وصباح الفل عليكي والحب قولي لي قولي لي يا ايه جبتي لجوزك ايه هديه والله انا لسه ما جبتلوش مستنيها هو يجيب لي الاول طب هو جاب لك هو انت مستنيه يعني طب كده بقى يا ايه طب افرضي يعني طب ايوه قولي بقى كده ايه بصي الستات جدعان يا ايه ومش معنى ان جوزك على طول مطنشك ومشغول لا 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 استني بس يا ايه انا جايه هدي نفوس مع الستات اللي بيتفرجوا علينا استني مش معنى ان جوزك على طول مطنشك ومشغول وما جابلكيش هديه ان انت تقولي انا هستنى لما هو يجيب لي هديه الاول اكسبيه بذوقك ما هوش على طول مطنشني ده يعني الحمد لله الحمد لله هو على طول فاكرني وعلى طول فاكرني الله اكبر يا ايه عشان الحاجات دي بتتحسب انت عارفه دلوقتي ما حدش يقر عليكم يعني يا رب دايما يفضل فاكرك على طول ويخليكم لبعض ايه ممكن لما يجيب لك هديه تبعتيه تقولي لي جاب لك ايه
طبعا ازاي بقى لازم اقول لك. بيفرق بقى معاكي بقى يعني الهدايا تكون يعني كده ولا لو جاب ورده؟ بس عايزه اقول لك على حاجه، انت وخالد وداليا عاملين تغيير في القناه وعاملين روح جميله، بنستناكوا زي ما كنا بنستنى صباح الخير يا مصر بالظبط. ده حقيقه كبيره والله. انا كده بقى بصي بجد دي احلى بقى يعني برضو هديه جت في الفالنتين، المشاعر الحلوه اللي احنا حاسين بيها طبعا منك ومن كل اللي بنشوفه. عاملين تغيير، بنصحى من النوم نشغل التلفزيون على قناه النهار، نستناكوا. بس هتقولي لي بجد بكره جوزك جاب لك ايه؟ طبعا اقول لك. انت وعدتين بكره يا جماعه هشوف ايه جوزها جاب لها ايه، ولو اي واحده فيهم جوزها جاب لها هديه وعايزه تبعت تقول جوزها جاب لها ايه وافتكرها ازاي، تقول واللي جوزها مطنشها انزلي انت جيبي له هديه، معكيش فلوس تجيبي له هديه اعملي له اكله حلوه، معكيش فلوس تعملي له اكله حلوه اعملي له كوبايه عصير، معكيش فلوس تعملي له كوبايه عصير اعملي اي حاجه، المهم ان انتوا ترجعوا تاني تصحوا الحياه ونكسر المال اللي بينا. معلش عايز يكون واحده تقول جوزي مطنشني مشغول مش فاضي سايب عليا الهم والعيال، ده وضع طبيعي جدا، وباقي منين ان احنا كلنا في عيش بنعيش في مناخ بالوضع ده فمفيش مشكله. نرجع نرجع بقى يا محمود. لا ما تتخضش انا عارف ان انت لسه مش مقبل على الحياه، انا مش باخدك يعني. لا عادي ميرسي يا ايه صباحك صباح الفل. بيقولوا بقى ان الشقاوه تمام في حاجه ليها علاقه كده بالاغاني، الاغاني الشقيه برضو بيقولوا ساعات بتشعل الحب، اغاني الحب يعني ايه اغاني شقيه يعني؟ انا بسالك انت اللي تقول لي. مفيش حاجه اسمها اغاني شقيه. مفيش حاجه اسمها يعني الاغاني اللي هي رتمها سريع ايقاعها سريع، انت متمسك بلون معين مش عايز تغير. مش متمسك، لا لا بغني اي حاجه. إذا طب ما هتغني لنا ايه سريع؟ عايزه حاجه سريعه؟ عايزه حاجه سريعه برضو عشان يعني في ناس ممكن تقول لك يعني زمان مثلا لما عمل محمد فوزي وبليغ حمدي الاغاني دي كانت بالنسبه للجيل ده وقتها في اغاني الحب حاجه شقاوه، شقاوه في الحب وشقاوه في المزيكا. اكيد. فايه بقى هنتشقى ايه بقى النهارده؟ طيب اقول لك ما اقدرش انا عمرو دياب. ما اقدرش انا، ماشي يلا. ما اقدرش انا على عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقه دي، يا سحر عني حاجه فوق خيالي، ده اللي حلمت يكون عشاني مش عايز حد تاني، اتعلقت في ثواني بحبيبي يا ما صادفت قلوب كتيرة ولا جرب قلب حيرة، سلمت في يوم وليلة بحبيبي. الله الله. طب ما هو شقاوة، هو حب برضه وحاجة وحاجة جميلة يعني. تمام. طيب انت بقى لو ما كنت بتحب اكيد كنت بتحب وانت في سن المراهقة ولا مفيش؟ ايه حبيت؟ حبيت. وبعدين عادي بقى راحت لحالها. يعني ايه راحت لحالها؟ ما انا لازم اعرف دلوقتي، ما ينفعش تقول لي راحت لحالها. كانت حاجه كده على خفيف يعني، ما كانتش بجد يعني. طب وصدمتك؟ لا ما صدمتكش. غنيت ايه بقى وقتها؟ مأسويات يعني حاجه دراما. لا اكيد انت لما اتصدمت غنيت. غنيت ايه؟ اغني حاجه مأسويه؟ مش هينفع في عيد الحب. لا انا مش هديك تغني لنا احنا حاجه مأسويه. ايه الاغنيه المأسويه اللي انت افتكرتها وقتها وغنيتها؟ كانت بسمع اسمك بدم مع اليسا. بسمع اسمك بدمع. دي كانت الاغنيه اللي انت افتكرتها، كانت بتقول ايه اول كوبليه كده؟ اغنيه؟ ايه المشكله؟ ما اكيد في ناس ممكن تكون النهارده يعني مصدومه، عندها قصه حب باظت اي حاجه يعني، بس ما تعيطوش، اوعى تعيطوا. تقول افتكرت فضلت اضحك والدموع، افتكرت فضلت اضحك والدموع نزلت قوي جريت قوي، وحشتني ايامك قوي، ما تقولي هو ما فيش طريقه بيها انساك قوي، وما اقولش ما اقولش ما اقولش حبيبي قول كده ضاعت كل الاماني
وانا مش هستنى تاني وتفيل النار كفاية بسمع اسمك بدمع حبيبي يقول كده علشان مش هقدر اسمع كلمة امتى هترجع ومفيش دمع في عيني بسمع اسمك بدمع بسمع اسمك بدمع. الله انت عايز تقنعني ان ما كانش الموضوع قوي؟ طب ماشي. دي الحان محمد رحيم. قوي قوي. طيب نروح للاس ام اس تاني يا محمود. شوف معايا بصبح عليكم واقول لكم كل سنة وانتم طيبين. طاهر تمام من اسيوط، صباح الفل يا طاهر، هابي فالنتاين، صباح الحب والجمال. حد مش كاتب اسمه. انا آية اسم جوزها محمد، بتقول لك بحبك يا محمد. احمد من اسيوط، وبقول لحبيبتي عبير كل سنة وانت طيبة يا قلبي، بحبك قوي يا بيرو. صباحو يا عليش، سؤال بقى، هو فعلا في حب في الزمن ده؟ مها، طب انا هخليها مها بكرة عليش يرد عليكي. انا كان نفسي اقولها لزوجتي الله يرحمها، الله يرحمها طبعا، ويعني اقرا لها الفاتحه، واكيد دي احلى هديه ممكن تقدمها لها. طيب في حد تاني بيقول هابي فالنتاين، وانا عايزه اقول له حوده جوزي بحبك قوي 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 وانت جنبي. وحد تاني بيقول انا متجوز من سنتين ومش عارف اجيب ايه. في واحد بقى اسمع بقى دي عشان مستقبل. بيقول تاني انا عريس بقالي 25 سنه وقدامي يوم واحد، وعشان كده ده احلى عيد حب جه عليا فاضل وهاخد افراج. استاذ حسين المحامي، استاذ حسين المحامي شايف انه ده احلى عيد حب عدى عليه، لان هو خلاص هياخد افراج بعد 25 سنه جواز. بس هو استاذ حسين هتاخد افراج ازاي يعني؟ يعني ايه نوع الافراج يعني؟ هل حضرتك هتروح ترفع قضيه ولا هتقدم مرافعه ولا عريضه؟ قول لنا. محمود لو انت في حفله، تمام، اكيد انت غنيت في حفلات كتير، اكيد، ايه كانت اكتر اغنيه بتطلب منك يعني من العاشقين بقى الولهنين، الناس اللي بيحبوا قوي اصحابك بقى اللي هم وانت قاعدين بالليل مع بعض كده قعده روقان، فيقول لك يا محمود سمعنا كذا؟ في ناس بتحب ورده جدا، بتقول لهم ايه الورده؟ تقول على عيني يا حبه عيني، قول على عيني. الله انا بحب دي قوي. على عيني يا حبه عيني جيالك هوا افرش للرموش دفيني من نسمة هوا على عيني وعلى عيني يا حبة عين جيالك هوا افرش للرموش دفيني من نسمة هوا على عيني لو بينك بحور وبيني هتعدي سوا لو بينك بحور وبيني هنعدي سوا عطشان هواك يسقيني محسود عينيك ترقيني عطشان هواك يسقيني محسود عينيك ترقيني تعبانة ومين يداويني ومعاك الدواء على عيني على عيني على عيني يا حبة عيني. الله عيني. الله حلوة دي حلوة دي حلوة دي. طيب من على عيني يا حبة عيني رباب من المنصورة، صباح الفل والورد يا رباب. صباح الفل يا أسماء. صباح الفل عليكي، منورة حبيبتي كل سنة وانتي طيبة حبيبتي، ربنا يخليكي منورانا، وهابي فالنتاين وعيد حب سعيد عليكي يا رب على الكل، ومنورك محمود يا رب، وهو أكيد حد جميل جدا 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 وهيعجبكم أكيد يعني. لا ما هو عاجبنا يا رباب. انتي ايه رأيك بقى يا رباب فكرة ان احنا كبرنامج يعني هنحاول دايما ان احنا يبقى معانا مواهب جديدة ونرجع الأصوات الحلوة اللي يعني اللي وحشتنا كده، مصر ولادة يعني انتي عارفة.
هو عموما الفكره اللي انتوا بتعملوها ده حلوه جدا، وان شاء الله كل المواهب اللي معاكم ان شاء الله ليها يعني مستقبل جامد. بس بالنسبه لمحمود انا اكيد شهادتي مجروحه معاه، لان انا على معرفه شخصيه بيه، يمكن احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده في حاجات بسيطه، بس هو ما شاء الله صوت متمكن من كل حاجه. الله يا عم محمود، هو انا هابي فالنتاين عليك يا رباب، وهنخلي دلوقتي محمود يقول لنا بقى، يقول هيرد على رباب ايه بالصوت الحلو ده، وخليه يغني لك بقى إيه؟ بتاعت محمد حماقي في قلبي حاجه مستخبيه، لانه بيقول لها حلوه قوي واكيد حاجه كويسه من الحب. يلا دلوقتي بما ان انت عارفه كويس يا رباب ان انت اتصلتي اديتينا السكه برضه، يلا حماقي. عايز بس اقول حاجه. ايه قول. اغنيه على عيني حبه عيني ديت الحان الموسيقار حلمي بكر. كان من يومين ثلاثه كان الاستاذ حلمي بكر في ضيافه، من غير بس ما انا عارفه انت عايز تقول ايه. لو النبي ضيافه الاستاذ خالد صلاح. تمام. حضرتك مش متخيله الفقره ديت سببت كميه احباط شديد جدا عند المتابعين. ليه بس كده؟ هم كانوا طالعين مع بتوع المهرجانات. طب وايه المشكله؟ لا مشكله كبيره جدا. لا حضرتك لازم. خش على اليوتيوب او الفيديو. لا ما انا ما انا ما اقدرش. لا 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 بس استنى بس عشان خالد صلاح 90% لحظه بس بس اسمع بس، هو من حقه ان في اغاني المهرجانات ليها جمهور يا محمود، ممكن أيوة. انتوا تكون في مجموعه مش عايزه اغاني المهرجانات، بس الفقره ديت تحبط ناس في عرض دقيقه على الهواء. طب ما احنا ما... طب وانت احبطت؟ لا مش فكره كده. لا ثانيه واحده، احنا زي بص يا محمود زي ما بندي فرصه للي هو بيغني اغاني المهرجانات، بس ده مش غنى. لا 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 اصل ده مش غنى، احنا كمان مش غنى. ده مش غنى. انت شايف ان اغاني المهرجانات مش غنى؟ طبعا ده مش غنى، مفيش صوت اصلا، وبعدين الكلام صعب يعني، بيقولوا كلام صعب، بيقولوا كلام من الشارع، كلام لا الشارع ما بيقولش كده. لا 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 وبعدين الاستاذ حلمي بكر في ناس اولى بوقته وبنصايحه وبخبرته يديها للي يستحق. طب ما يعني هو مش جايز بيوجههم للطريق الصح. لا حتى لو بينتقدهم الصوره ان استاذ حلمي بكر مع بتوع المهرجانات. لا 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 انا عايزه اقول لك على حاجه، مش احنا دلوقتي عندنا في يعني مش لازم نقدم، ما هو احنا عندنا قناه كبيره شبكه قنوات فيها طول النهار برامج. ايوه صح، والمفروض ان احنا بنطرح كل الالوان اللي موجوده في المجتمع، لان احنا اصلا المجتمع مش على. انا بصراحه اتضايقت من الفكره. انت متضايق؟ لا مش انا بس. لا 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 طب ادخل على حمائي. طيب طب غني لنا حمائي. حمائي هو الاستاذ حلمي بكر معتمدني على فكره في الاذاعه. والله طيب ناخد طب استاذ حلمي بكر وهو اللي اعتمدك في الاذاعه. طبعا في سنه 2010 كان هو استاذ حلمي بكر والدكتور جمال سلامه والشاعر عمر بطيشه، كنا مجموعه كده، وكان معايا كارمن سليمان كده يعني. طيب ندخل على حمائي. طيب حمائي. في جوه قلبي حاجه مستخبيه، كل لما باجي اقولها فجأة مش بقدر، قدام عينك بقف وبنسى ايه تال، ليه كل مرة يجرى فيها كده ليا، ودي هي كلمة واحدة بس مش اكتر، والكلمة دي عندي فيها راحة البال، حبيتك يوم ما تلاقينا، لما حكينا أول كلام، حبيتك وأحلف على ده تسمع زيادة، ده أنا مش بنام. الله. طب ما انت بتغني هو حمائي. انا بغني كل حاجه حضرتك، بس انت انا بستمتع على اكتر الفكره بالطرب. اللي هي بتاعت الاغاني الشعبيه. مش معترض، احنا بنرجع بس نقول الاغاني الشعبيه حاجه واغاني المهرجانات حاجه ثانيه. مليون في الميه ده مش شعبي طبعا. الشعبي ده اللي هو الاستاذ محمد قنديل، الاستاذ كارم محمود، حتى الشعبي الجديد محمود الليسي بيغني طربي، بهاء سلطان بيقول حاجات شعبي طربي، لكن مش مهرجانات، مش شعبي. المهرجانات شايفه انها مش اغاني شعبيه. طبعا. وبعدين احنا بنرجع نقول الفن فين والفن بيتراجع والغنى فين، طب ما انتوا بتدوا مساحه. لا ما احنا لازم ندي مساحه لكل الناس. ماشي. طب بقول لك ايه؟ انا عايزاك هنختم دلوقتي، انا هسيبك انت اللي تختم مع الناس، بس انا هقول لكل اللي بيشوفونا النهارده، بصوا يا جماعه احنا عايزين نخلي اليوم النهارده ببلاش تعتبروه حب. اعتبروه يوم للتسامح، اعتبروه يوم ان احنا نبين مشاعر حلوه جوانا، اعتبروه يوم ان احنا ننسى الحاجات اللي مزعلانا، اعتبروا يوم لو مراتك منكده عليك شويه معلش يا سيدي كبر دماغك وخليك انت
الكبير النهارده وشوف ده هيعمل ايه. والستات كمان بجد ما تتقمصيش لو نسي يجيب لك هديه، ما تزعليش لو ما خرجتوش النهارده، حاجات كتير قوي لازم ننساها من حياتنا ونسيبها ونرجع بقى نشوف ايه اللي بيبسطنا. جاز ممكن اللي بيبسطنا غنوه، اكله، فيلم حلو نتفرج عليه، مكالمه تليفون مع حد وحشنا من زمان. المهم ان احنا ندور يعني ما نزهقش ان احنا نتعب وندور نجدد حياتنا. ازاي روحي البيت دلوقتي بصي له زهقانه منه، حطي الكرسي مكان الكنبه والكنبه مكان الكرسي، غيري مكان الترابيزه، اعملي اي حاجه، اعملي اي حاجه، اعملوا اي حاجه بجد مهما كانت بسيطه او صغيره تطلعكم بره الجو. انا دايما بقعد الاقي الناس الحياه الدنيا الدنيا صعبه، مشاغل، زحمه، الولاد، المدارس، المذاكره، هي دي الدنيا، هي دي الدنيا. يعني بديل ان احنا مش عايشين في الجنه، احنا عايشين على الارض. فطالما احنا عايشين على الارض هنلاقي مشاكل وهنلاقي زحمه وهنلاقي نكد وهنلاقي ناس كتير قوي. عموما انا بحبكم كلكم 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 كلكم، واكيد طبعا بقول هابي فالنتين لكل اللي بيشوفونا، كل سنه وبابايا طبعا طيب، وهابي فالنتين طبعا لجوزي واولادي وكل اهلي، واشوفكم على خير ونهاركم نهار جديد. وعواطف هديه داليا بتقول لكم هابي فالنتين ونهاركم نهار جديد. سنة طيب يا محمود، هابي فالنتين. وانت هتختم بقى قنديل. اختم بقنديل؟ مش انت بقى بتقول هو ده اللي كان الغنى غنى شعبي طبعا. طب يلا ادينا واحده غنى شعبي واختموا مع محمود، وانتوا بقولوا لنا بقى رايكم. ساحه برمشه ورد الباب كحل اهداب، نسيت اعمل لقلبي حجاب، وقلبي داب داب داب، رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، ولو طلب القمر وده أمل كذاب أمل كذاب، نسيت أعمل لقلبي حجاب، وقلبي قلبي داب، سحب رمش ورد الباب، سحب رمش ورد الباب كحل أهداب، نسيت أعمل لقلبي حجاب، وقلبي داب داب داب.